بتبدأ حكايتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في قلب المترو. وهناك بنشوف شخص واقف وباين عليه القلق والتوتر كده، وفي خلال لحظات بنشوف نفس الشخص وهو بيجري في الشارع بكل سرعته وكأن أشباح الموت بتطرده. وبعد فترة من الجري لحد ما الشخص ده نفسه بيتقطع، بيقف علشان ياخد نفسه في شارع جانبي مظلم وخالي من البشر تماما. ولكن المفاجأة ان من قلب الضباب وفي اتجاهات مختلفة من الشارع بتظهر ظلالات عديدة من الأشخاص وبتقرب منه. وأول ما بيشوف الظلالات دي بيفتكر في قلق ورعب كده ازاي الاشخاص دول عرفوا مكانه وهويته، بس بيقطع تفكيره لما قنبلتين دخانيتين كده بينفجروا حوالينه وبتحجب عنه الرؤية بالكامل. ومن حيث لا يدري بيتعرض لضربات من كل مكان. بس اصبر مش عايز الواد ده يغورك شكله، لانه حرفيا هيبهرنا كلنا. في اللحظة دي الواد بيتشقلب وبيصد كل هجماتهم المهولة كده، ومش بس كده، لا ده كمان بينجح في هزيمة عدد منهم. وعلى الرغم من ده الا ان هجماته ما بتقفش وبتستمر بضربات اكتر من مجنونه. وبمجرد تفاديل العديد من الابر المعدنيه اللي كانت متجهه لرقبته، بيطلع سكينه صغيره من جيبه وبيهجم بشراسه على اول خصم يقابله. وبعد قتال عنيف بينجح انه يقتل اربع اشخاص اللي هجموا عليه، ولكنه بيتفاجئ بمطر من الابر بيتجه ناحيته، وبيتفادى الابر بحركات بهلوانيه وبمهاره، وبينجح انه يمسك مجموعه من الابر وبيقتل بيها اتنين من الاشخاص اللي بيطردوه. ولكن الصدمه ان واحد منهم بيطعنه بالخنجر في رقبته، وبتتوالى الهجمات من المقنعين عليه من كل مكان وبتصيبه. وللاسف بينجح زعمهم انه يقيدوا بطوء على رقبته ويشدوا منه بقوه وبيرفعوا لاعلى المبنى، وبعدها بيهبدوا في الارض. وبمجرد اصطدامه بالارض اللي اكيد كسرت عظامه، زعيم المقنعين ما بيستناش وبيقفز عليهم وبيوجه لهم ضربه بتقضي عليهم حرفيا، وبتنتشر دمائه على جدار المكان. وبعدها الزعيم بيصور الجثه وبيتاكد من هويه الهدف، وكمان بيوثق انهم قتلوه وبيمشوا وبيختفوا بدون اي اثر ليهم. وبنسيب الجثه المرميه في الارض والمدينه الباليه الغامضه وازدحامها، وبنروح لمنطقه ريفيه اكثر هدوءا. وفي وسط حقول الذره الممتده على مدى البصر بنشوف بطلنا جو بيتاكد من جوده محصوله قبل ما ينقله للسوق. وقت الغروب بنشوف جو هو قاعد بيصلح دراجته الناريه بكل تركيز، بس بيلاحظ ان في شخص بيتسلل من وراه وبيقرب منه، وبنكتشف ان الشخص ده هو ابن جو. وطبعا جو وشه مغطى بالشحم بيستغل اللحظه دي وبيصرخ في ابنه رين اللي كان بيحاول انه يتسحب من وراه كده ويخده، ومن الواضح كده ان خطته فشلت بسهوله. بعدها بيقف رين بعد ما وقع من المفاجاه اللي ابوه عملها له، وبيرمي نفسه في حضن ابوه بيساله ازاي عرف انه كان وراه. فابوه بيقول له يا ابني ما تركزش معايا علشان انا عندي اربع عيون، وبيكلموا القناع اللي هو لابسه ده. فرين بيفهمه انه قناع عفريت ياباني. وفي اللحظه دي بتوصل ماري، وبنعرف انها زوجة جو وام رين طبعا. وبنعرف ان رين حصل على القناع كهديه من صديق ليه في رحلته المدرسيه، وبتزعله على الفوضى اللي هو فيها دي. فجو بيتجاهلها وبيتكلم مع ابن رين وبيخوفه من ان العفريت ممكن يظهروا له وهو لابس القناع، وبيفكروه واحد منهم يعني. فرين بيقول له عيب عليك يابا، ده انا هفرتك اي عفريت تظهر لي. فجو بياخده على قد عقله وبيقول له خلي بالك علشان لو قفشوك هينفخوك بقوتهم المخيفه. ده انت رخم قوي يا عم جو، ما تسيب الواد يتخيل براحته. ولما رين بيسمع كلام ابوه بيتردد وبيسكت. وفي اللحظه دي بتتدخل ماري وبتطمنه انها تساعده وتهزم كل العفاريت مكانه. وبيقاطعهم جو باستهزاء وبيقول لهم انه هيكمل تصليح في الدراجه علشان يبقوا يعرفوا يهربوا من العفاريت لما تظهر لهم بعد كده. وبيقول لرين مش هتساعدني ولا هتفضل تلعب مع نفسك في الخرابه كده. بس ماري بتشبشب لهم الاثنين كده زي اي ام عادي، لان ابنها يوسخ هدومه وبتطلب من جو انه يخلص بسرعه قبل ما يعد العشاء. ولما بتروح علشان تاخد رين معاها بتوقع في المقلب اللي جو ورين عملوها وبيخوفوها، فبترقعهم هما الاثنين بسله الهدوم اللي في ايديها كده. وبعد العشاء بنشوف جو هو بيغسل اطباق، وبتكون ماري قاعده بتقرا كتاب قدام التلفزيون كده اللي بيكون شغال على الاخبار. ولما ماري بتسمع المذيعه بتركيز كده واللي بتكون بتتكلم عن تفاصيل حوادث القتل اللي حصلت الفتره الاخيره، ومن ضمنها الشخص اللي شفناه في البدايه، فبتبص لجو بتساله بقلق عن الشخص المسؤول عن الحوادث دي. في اللحظه دي بيقاطعهم رين وبيقول لهم ان العفاريت هي المسؤوله عن الحوادث، فبيتدخل جو بيشيله علشان ميعاد نومه عدى. ولما بيحاول رين انه يفضل صاحي لانه مش جاي له نوم، جو بيرفض انه يفضل صاحي لانه خايف على صحته. فرين بيقول له بغضب انه ما بيحبش التعابير المرسومه على وشه، فجو بيشرح له انه حتى امه معترضه على انه يفضل صاحي بعد ميعاد نومه. ولما رين بيبص على ماري بيقول لها انه بيحبها في كل الاحوال علشان يضايق ابوه، وفي خلال دقايق بينام رين. اما جو فبيكون نازل من غرفه رين وهو على السلم بيطلع تليفونه وبيشوف كاميرات المراقبه اللي بتكون حوالين البيت كله، وبيلاحظ جو نظرات القلق واضحه على وش ماري مراته، فبيسالها عن سبب قلقها، فبتجاوبه ان طريقه موت الضحايا في الحوادث اللي سمعوا عنها مشابهه لحاجات هم عارفينها، بالاضافه الى ان الشرطه ما تعرفش اي شيء عن الضحايا الاخيره. وبيقعد جو جنبها وبيحاول يطمنها ان الحوادث اللي زي دي بتحصل عادي، ما فيش حد يكتشف مكانهم. في الوقت ده ماري بتقلق لو هو متاكد من ان حاصد الارواح مش هيقدر يوصل لهم، فبيهديها جو من جديد وبيشرح لها ان الحادث
المهندسه دي ملهاش علاقه بالحاصد لانه بينفذ عملياته لوحده وبيحضنها وبيطمنها انهم هيقضوا باقي حياتهم في هدوء من غير اي اخطار. وفي اليوم التالي بنشوف الاسره في السوبر ماركت بتجهز لحفله عيد ميلاد رين، واثناء خروجه من المحل بنشوف جو بيمسح بصماتهم من على الباب، وبعدها جو بياخد رين في جوله بالدراجه اللي صلحها، ولما بيخلصوا جولتهم بيروحوا يقضوا وقتهم في حقل الذره وبيعدي اليوم بهدوء من غير اي مشاكل كده. وبالليل بيسمعوا الاخبار اللي بتكون عن زياده عدد الضحايا اللي اتقتلوا بنفس الطريقه الوحشيه، والشرطه كلها بتكون ما تعرفش الجاني. فماري بتعرف جو ان عدد الضحايا وصل لاربعه خلال يومين، وبيبان القلق والانزعاج على وش جو. وفي اليوم التالي بيجهزوا لعيد ميلاد رين، وبنشوف جو بيشوي اللحمه ولكنه بيحرقها، وبتقول ماري ان جو هيحرق اللحمه كلها والاحسن له ان يسمع كلامها ويسيبها تشوي. وخلال لحظات بتقوم ماري وبتجيب الكيكه اللي بتكون على شكل قناع نمر اللي رين بيحبه جدا يعني. واول ما بيطفي رين الشموع بيبدا جو في العزف على الجيتار اللي معاه وبيغني وهو بيتذكر لحظاته السعيده مع اسرته. بعدها بيقوم رين وبيفتح هديته اللي بتكون عباره عن بلاي ستيشن محمول، ووسط فرحته بالهدايا بيتفاجئ ان جو لبس قناع النمر اللي بيحبه، وجو بيقول له انه بيحب يشوفه لابس قناع النمر اكتر من قناع العفاريت. في اللحظه دي ماري بتشيل القناع من على وش رين ابنها وبتقول له انها بتحب تشوفه من غير اي قناع اصلا. وبينتهي اليوم السعيد ده بسلام وهدوء من غير اي مشاكل لحد دلوقتي. اما بالليل بقى بنشوف الاسره كلها نايمه بهدوء، ولكن جو بيصحى من نومه فجاه، وماري بتصحى لما بتحس ان جو اتحرك من مكانه. فجو بيطمنها وبيطلب منها ما تقلقش، وبينزل هو للدور الارضي وبيلاحظ الاضواء الحمراء الغريبه من الشباك كده. واول ما بيشوف المقنعين بيحوطوا البيت بيتكسر الباب والشبابيك، وبيدخل عدد من المقنعين بيهجموا على جو بكل وحشيه، ولكن جو بيتفادى هجماتهم بمهاره ويوجه لهم ضربات قويه، وبينجح في انه يستولي على سلاح واحد منهم وبينط في الجو. بمجرد نزوله الارض بيقضي على المقنعين بهجمات قاتله وبيمتلئ المكان كله بدمائهم، وبيهاجموا واحد منهم ولكن جو بيصد هجومه وبينهال عليه بطعنات متتاليه وسريعه جدا، ولكنه بيقف لما بيسمع صوت راين بيستغيث بيه وبيلف وشه بكل خوف وقلق وبيجري علشان يطمن على راين ابن ومراته. ولكن واحد من المقنعين بيهاجمه بيسد الطريق، فجو بيسدد له مجموعه من اللكمات وبيرميه بقوه وبيكمل جري للدور الثاني، وبيستغل المقنع انشغال جو وبيهجم بعدد من الابر المسمومه وبتخترق رقبته. وعلى الرغم من اصابته الخطيره الا ان جو بيكمل طريقه وبيطلع السلم وبيزحف. وبره البيت بنشوف ظل شخص مستني في عربيه واقف قدام الباب، وبنرجع لجو اللي وصل للدور الثاني ونجح في انه يقف على رجله بعد مجهود كبير منه، وبيكتشف جثث مجموعه من المقنعين في اوضه نومه اللي الدم بيغطيها. وبتكون الصدمه لما بيشوف ماري واقعه على الارض وهي واخده راين في حضنها ودمهم سايح على الارض، وحواليهم بيكون مجموعه من المقنعين، وزعيم المقنعين بيبتسم وبيطعن الجثه وبيقول ان ماري سببت لهم مشاكل اكتر مما كانوا يتصوروا. في اللحظه دي بيسيطر الغضب على جو وكانه بيتفاجئ بسيف واحد من المقنعين بيخترق صدره، وبيحاول جو بكل جهد انه يوصل لمكان ماري وراين على الرغم من ان المقنع لسه ماسك السيف اللي اخترق صدره. وللاسف بيقع جو على الارض بسبب اصابته. وفي خلال لحظات بيسمع المقنعين صوت عربيات البوليس، وبيقرب من جو اللي وقع على الارض وبيفحص نبضاته، ولما بيتاكد انه مات بيدي اوامر لاتباعه انهم يختفوا من المكان حالا. واول ما بيوصل ضابط الشرطه للمكان ما بيلاقيش غير جثث جو واسرته والدماء المنتشره في البيت كله. وبعد مده بنشوف جثه جو متغطيه في مشرحه المستشفى اللي الشرطه نقلته ليها، وبعجوبه بيصحى جو من الموت مش عارف ازاي لحد دلوقتي، وبيقعد على السرير اللي كان نايم عليه. واول ما بيفتكر مشهد موت ماري ورين بيرجع وبيغمى عليه مره ثانيه، وبيفتح جو عينه من جديد ولكنه بيستكشف انه نايم على سرير في العنايه المركزه، وبيشوف قدامه اثنين ممرضين، وبيجري واحد منهم بينادي على الدكتور، وبتحاول الممرضه الثانيه انها تكلمه ولكن من غير نتيجه، وبيفقد جو وعيه من جديد. وبعد مده من الوقت بيفتح جو عينه ويشوف قدامه الدكتور اللي بيشرح له انه راجع للحياه من جديد بمعجزه بعد ما مات. فجو بيساله بضعف عن رين وماري، والدكتور بيجاوبه انهم مش محظوظين زيه للاسف هما ماتوا. في اللحظه دي بيبكي جو بكل حزن وقهر. وفي طرقة المستشفى بنشوف اتنين من ضباط الشرطة متجهين لغرفة جو في المستشفى، وهم مش مصدقين ان جو اللي تم تأكيد موته ورجع للحياة تاني بعد 24 ساعة بس. وبيقول الضابط الأكبر فيهم انهم ما كانش ناقصهم غير الزومبي جو ده علشان يكملوا الحوادث الغريبة اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا. وأول ما بيدخلوا أوضة جو بيخرج الدكتور والممرضين من المكان وبيطلب من الشرطة انهم ما يتابوش جو بالأسئلة. فبيتكلم الضابط الكبير وبيعرف نفسه ان اسمه مايك وزميلته اسمها إيمي، وهما الاتنين من الإف بي آي، وبيتأسف لجو عن إزعاجهم ليه في الوضع اللي هو فيه، فبيسأله إذا كان عنده أي معلومات عن الأشخاص اللي اقتحموا بيته وهاجموا أسرته. فجو ما بيردش عليه، ولكن مايك بيلاحظ إن جو ماسك السرير بغضب لما مايك فكره باللي حصل، وبيتراجع مايك بهدوء وبيسيب لجو الكارت بتاعه وبيطلب منه يتصل بيه لو افتكر أي معلومات وبيسيبه وبيمشي. وهم خارجين من المستشفى مايك بيعرف إيما إن جو في الغالب عارف معلومات عن الأشخاص اللي هم هاجموه، وعلى الرغم من استنتاجه ممكن يكون غلط إلا إنهم هيراقبوا جو طول الوقت لحد ما يتأكدوا من كهربته
كلام مايك، وبتنفذ ايميا كلام مايك رغم اعتراضها على زيادة شغلها من غير داعي. وبحلول الليل بنشوف ايميا بتراقب جول اللي بيكون قاعد على سطح المستشفى في هدوء، وبتبلغ مايك بالوضع وبتعرفه انها مستنية امره، فبيطلب منها انها تكمل مراقبتها لجو. وبنرجع بالزمن لورا وبنشوف الدكتور بيقترح على جو اللي قاعد على كرسي متحرك انه يودع اسرته قبل ما يدفنوه، ولما بيوصل ممرض بيه عند باب المشرحة بيرفض جو انه يدخل، وبيعدي قدام عينه شريط ذكرياته مع اسرته قبل ما يتقتلوا. ولما بيفتكر مشهد موتهم بيحس بغضب شديد جدا بيسيطر عليه. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف جو اللي بينفجر من الغضب وبيسحب ابرة معدنية كان مخبيها في ايده وبيطعن نفسه بيها في اماكن مختلفة من جسمه علشان يقدر يتحرك بحرية من جديد. وفي لحظات بتظهر مجموعة من المقنعين المجهولين بيهاجموا جو بعدد كبير من الابر المعدنية، ولكنه بيتفاداها بسرعة كبيرة. وبيكمل المقنعين هجومهم على جو باستخدام السيوف اللي معاهم، ولكن جو بيتفادى ضرباتهم وبينجح في انه يمسك واحد منهم ويقتله ويستولي على سيفه. واول ما بيحصل على السيف بيطيح في المقنعين وبيهاجمهم وبيقطعهم بكل جنون وحشية. وبيستغل المقنعين انشغال جو بقتال واحد منهم وبيهاجموه بخطاطيف معدنية كده، ولكن جو بيستخدم المقنع اللي هو قتله كدرع علشان يصد الخطاطيف، وبيشد المقنعين بكل قوته وبيوقعهم على الارض. وبيستغل جو ارتباك المقنعين وبيستخدم مهارة بتحوله لدخان، وفي خلال لحظات بيختفي من المكان. وبمجرد ظهوره بيقطع رؤوس المقنعين وبيكون شلال من الدماء بيغرق السطح. وفي اللحظة دي بتحس ايميا ان في شيء غريب كده بيحصل، وبتحاول انها تتدخل، ولكن جو بيضربها وبيفقدها الوعي. وبيمشي جو في اتجاه المقنع بكل هدوء، وبيحاول عدد من المقنعين انهم يعترضوا طريق جو، ولكن جو اللي بقى اشبه بوحش مفترس كل همه ازاي يقضي على خصمه بيقتلهم واحد ورا التاني بكل سهوله من غير اي مجهود، كانه بيقتل مجموعه من الحشرات بالضبط. ومع قتله لاخر فرد من المجموعه اللي هجمت عليه بيرمي جو السيف بقوه على زرار الاسانسير، ووسط تعجب باقي المقنعين بيشيل جو الماسوره المعدنيه من على الارض وبيصد بيها هجمات المقنعين، وبيستخدم الماسوره علشان يلزق خمسه منهم ويدخلهم في الاسانسير اللي لسه واصل. واول ما بيدخلوا الاسانسير بيرمي جو الماسوره من ايده وبينفجر فيهم كانه ذئب مفترس وسط مجموعه من الارانب، وبيبدا هجومه بضربات قاتله من ايده كده. وبعدها بيستخدم اسلحتهم علشان يحولهم لمجموعه من الاشلاء المتناثره، وكان هدفه الوحيد هو تقطيع اي شخص يشوفه. وبعد ثواني بيوصل الاسانسير للدور الارضي، وبيتفاجئ المقنعين بوجود جو وسط جثث زمائلهم، وبيحسوا بالرعب اول ما عين جو بتقع عليهم. وعلى الرغم محاولتهم للهروب الا ان جو ما بيسمحش لاي فرد منهم انه يهرب. وفي الجانب التاني بنشوف مايكل اللي لسه داخل المستشفى علشان يعرف ايميا ما بتردش عليه ليه، ولكنه بيتفاجئ بكومة من جثث المقنعين مرميه في كل مكان في المستشفى. وبنرجع لجو اللي بيكون موجود في طرقه المستشفى وحواليه عدد مهول من الجثث. وفي خلال لحظات بيظهر زعيم المقنعين اللي بيتعجب من قدره جو على النجاه على الرغم من كل اللي حصل له. وفي اللحظه دي بيفتكر جو مشهد موت اسرته من جديد، وبيستخدم المهاره اللي بتحوله لدخان من جديد، وبيهجم عليه الزعيم المقنعين في لمح البصر، وبينجح الزعيم في صد هجوم جو بسيفه الضخم جدا. وبعد تبادل العديد من الضربات بيطلع زعيم المقنعين طوق كهربي كده وبيهاجم بيه جو. وعلى الرغم من صد جو لهجوم الطوق اكتر من مره، الا ان زعيم المقنعين بينجح في انه يقايض جو بالطوق، وفي اقل من ثانيه بيستخدم جو سيفه علشان يقطع السلك الكهربي اللي بيربط بيه الطوق، وبيستمر في هجماته الشرسه على زعيم المقنعين. ومع كل ثانيه بتمر بتزيد قوته وسرعه الهجمات المتبادله بين جو وزعيم المقنعين. وبعد مده من القتال بيستخدم جو مهاراته علشان يشكل نسختين دخانيتين منه ويربك زعيم المقنعين، وبيستغل جو ارتباك زعيم المقنعين وبيطعنه بالسيف في بطنه. وبيحاول الزعيم المقاومه الا ان جو بيكمل هجومه عليه وبيضربه ضربات سريعه ومتتاليه، وبيكرر جو هجومه على الزعيم من غير اي رحمه لحد ما بيتاكد انه فقد قوته، وقتها بيرميه على الارض. وبيبص جو للزعيم بغضب وبيساله ازاي عرف مكانه وهويته، فبيجاوبه الزعيم انه مهما تنكر ومهما حاول يستخبى مش هيقدر يهرب من مصيره. في الوقت ده بيشيل جو القناع اللي كان لابسه طول الوقت وبيظهر وشه الحقيقي، وبيبص جو بكل حقد للزعيم اللي بيحاول يهرب وبيضربه بضربات بتنهي حياته البائسه. وقتها بس بيقدر جو انه يدخل المشرحه علشان يودع اسرته ويشوفهم لاخر مره بعد ما انتقم لهم. وفي تاني يوم بنروح لبيت جو بنشوفه بيكسر الحيطه، والمفاجاه انه بيخرج منها صندوق كانه مخبيه، وبيمسح الصندوق اللي بيكون عليه نقش غريب، وبيفتح الصندوق اللي بيكون فيه مجموعه من الصور لجو وماري ورين. وبيطول جو النظر في الصور بيفتكر ذكرياته مع اسرته، ولكن من غير اي اقناع وهم على هيئته الحقيقيه. وبعدها بيجيب جو بنزين وبيفضيه في كل مكان في البيت من اول اوضه ترين لحد الجراج اللي فيه الدراجه اللي كان بيصلحها. وبنظره شبه خاليه من المشاعر وكانه تايه في عالم تاني بيرمي جو الشعله من ايده، وبعدها بتشتعل النيران في البيت بالكامل. وبيلبس جو قناع الغول وبيدي ظهره للبيت اللي عاش فيه اجمل ذكريات حياته، وبيبدا طريقه للانتقام من الاشخاص اللي سلبوه اعز ما يمتلك. وبنرجع بالزمن لورا كده وبنشوف خمس اشخاص واقفين قدامهم عدد كبير من المقنعين، وبيتكلم واحد من الخمسه دول وبيشرح لهم قوانين النينجا وبيقول لهم ان الفنون السريه
الهوية الخاصة بالعشيرة لا يمكن انها تتسرب او يشاركوها مع اي شخص غريب مهما كان السبب، ده غير ان الهدف من حياتهم هو تنفيذ المهمات اللي بيستلموها والحفاظ على السلام بس، وبيطلب منهم انهم يكونوا مستعدين للتضحية باي شيء في سبيل حماية اليابان. وبعد فترة بتحصل هجمات ارهابية في اماكن مختلفة في العالم، وبتتجمع عشيرة النينجا من جديد، والقائد بتاعهم بيقول لهم ان بسبب الاحداث اللي حصلت المنظمة بتاعتهم هتنتقل من اليابان وتكون تحت سيطرة قوة اكبر، ونتيجة لكده فهم يقدروا يشاركوا الفنون السرية اللي كانت محظورة عليهم لمجرد الكلام عنها. وبيبرر التغيير الكامل لتعليماته بان كل ده في سبيل حمايته لمستقبل اليابان. بعدها في واحد من الاشخاص الخمسة ظهروا في الاول بيتقتل، والقائد بيقول ان اي شخص منهم هيعارض قراره او هيسيب المنظمة هيعتبر خاين، والمنظمة هتطرده وتقتله من غير اي رحمة. وفي اللحظة دي بنشوف جول كان واحد من ضمن النينجا المقنعين بيجري بخوف، وبيفتح باب اوضة رين وبيشوف ماري ورين مقتولين، وماري بتمدله ايديها وبتنادي عليه باسمه الحقيقي، وبنكتشف ان اسمه هيجان، وبيتفاجئ هو كمان لما بيلاقي نفسه واقع على الارض، وبيقوم رين من على الارض وبيبص له ووشه غرقان دم وبينادي عليه. في وقتها بيفوق جو من الكابوس اللي كان بيحلم بيه وبيحس بصعوبة في التنفس، ولما بيحاول ان يقف ويتحرك من مكانه بيفقد قوته وبيقع على الارض، ولكنه بيسمع صوت شخص بيقول له ده انت حالتك تصعب على الكافر يا جدع. فجو بيساله بيعمل ايه هنا وعارف مكانه ازاي، وبنشوف الشخص اللي بيكلمه هو راجل عجوز وحوالي عدد كبير جدا من القطط، وبيقول العجوز للجن ما كانش متخيل انه يشوفه تاني قبل ما يموت. واول ما العجوز بيخلص كلامه بيفقد جو الوعي، وبعد لحظات بنشوف جو قاعد على سرير والعجوز قاعد جنبه وباين عليه بيحضر شويه ادويه، وبيبص العجوز ليه وبيعرفه انه اسف بسبب اللي حصل لماري ورين، وبيستفسر منه عن سبب خلعه للتنكر بتاعه. فجو بيشرح له ان المنظمه عندها طريقه تكتشف بيها تنكره، وبما ان القناع ملوش اي لازمه دلوقتي بيطلب منه انه يشيله. فالعجوز بيبص له وبيساله ليه كل مره يشوفه فيها بيبقى جسمه متدغدغ كده. فجو بيجاوبه ان هو دكتور واكيد مش هيتواصل معاه وهو سليم يعني. وبيلاحظ العجوز العلامات اللي على جسد جو نتيجه استخدام المهارات السريه اللي سمحت له يتحرك وهو مصاب، وبيحذره من استخدامها من جديد والا هيموت. واول ما العجوز بيشوف الجرح اللي ظهر في جو بتجيله حاله من الصدمه، وبيقول انت ازاي عايش بعد الاصابه دي. فجو بيبص له بيقول له عمر الشقي باقي بقى، ولكن العجوز بيخمن انه اكيد محظوظ او في شخص معين عايزه يفضل عايش، وبيستعد العجوز علشان يبدا في معالجه جو، وبيعرف انه حتى بقوته هياخد 6 ايام لحد ما جروحه تشفى تماما. وبيرد عليه جو انه محتاج بس يتحرك علشان يبدا في استجواب الضيف اللي سايبه بره. فالعجوز بيقول له اه وايه كمان، وبيكمل جو كلامه بيقول له انه اول ما يعرف مكان المنظمه هيطردهم لحد ما يقضي على افرادها كلها. فالعجوز بيقطعه بيسالوه هيعمل كل ده لوحده، فبيجاوب جو بيقول له لو خايف عليا تعالى معايا. في اللحظه دي بيطالع العجوز ابره وبيقول له جو انه مش هيحس باي الم، واول ما الابره بتنغرز في دراع جو بيحس بالم شديد جدا لدرجه انه بيغمى عليه، وبيبتسم العجوز ابتسامه شريره كده وبيقول ان جو مش هيحس بالم مره ثانيه بعد ما مفعول الابره يشتغل. وبعد فتره بيصحى جو بيكتشف ان الجو بقى ليل وجسمه كله مغطى بالدماء، ده غير ان العجوز اختفى من المكان ولكنه ساب له شويه ادوات وشاش وميه وكده. وبيفتح جو الشنطه اللي لم فيها حاجته من البيت وبيطلع الكارت بتاع مايك منها، وبيخرج جو في وسط المخزن المهجور اللي هو مستخبي فيه ده، وبنشوف زعيم النينجا اللي هجمه متعلق زي الدبيحه، ومن غير اي مقدمات بيطلع جو سلاحه وبيطعنه عده طعنات في اماكن مختلفه من غير ما يقتله. فزعيم المقنعين بيبص له بيقول له ده اخرك، مهما تعمل عمرك ما هتعرف تاخد مني اي معلومه، لان النينجا بيفضل الموت على انه يسرب اي معلومات مهمه. فجو بيبص له بغضب وبيقول له ان هو عارف من غير ما يقوله، بيطعنه وبيسيب السكينه في جسده. وفي النهار بيكرر نفس الحركه، يطعنه كم طعنه وبيسيب السكينه مغروسه في جسمه وبيمشي. فالزعيم بيقول له انه مش هيستفاد حاجه من اللي هو بيعمله، والاحسن له انه يقتله ويوفر على نفس الوقت، ولكن جو بيتجاهل كلامه وبيكرر حوار الطعن ده 3 مرات في اليوم. وفي ليله اليوم الثالث بيجيب جو بنزين وبيرشه على زعيم المقنعين اللي كان نايم، واول ما بيصحى بيقول لجو انه لسه فاكر نظرات الرعب والخوف اللي كانت على وش ابنه قبل ما يموت، ده غير طبعا نظرات الحقد والكراهيه اللي كانت على وش مراته وصراخها اللي كان بيزداد كل مره بيطعنها. فجو بيولع عود كبيرته بيقول له انه هيخلي النظرات دي اخر شيء يشوفها في حياته، وانه هيرميه في اعماق الجحيم وهيخليه يتعذب عذاب ما حصلش قبل كده. وعلى الرغم من انه يسمع صوت سلخ جلده وهو عايش وتكسير عظامه وتقطيعه لجسمه، الا انه مش هيخليه يحس بالراحه اللي هي الموت. في اللحظه دي بيرمي جو عود الكبريت على الارض، وبتشتعل النيران في جسم الزعيم بتاع المقنعين، وصراخه بيملى المكان كله، وبيحس بجلده بيتحرق وبيشعر باسوأ الم ممكن يتعرض له. وفي مقر الاف بي اي بنشوف مايك وهو بيتكلم مع مديره في الشغل بغضب، وبيستفسر منه عن سبب سحبه من التحقيق في الجريمه اللي حصلت في بيت جو، وبيفتكر مايك سطح المستشفى المغطى بالدماء، ورغم كده مفيش ولا جثه واحده في
في المكان، وبيقول لمديره انه مش هيقدر يتصرف كأن مفيش حاجة حصلت. فالمدير بيبص له وبيشرح له انه زي ما هو قال له قبل كده مفيش حاجة يقدر يعملها، وده بسبب انهم مش عارفين يوصلوا لاصحاب الدماء اللي كانت مغرقة المكان، ومفيش اي كاميرات مراقبة تسجل اللي حصل، فمفيش حاجة حصلت رسمية من الاخر، ده غير ان دي اوامر مباشرة من قيادة الاف بي اي، وبيطلب منه ما يدخلش في القضية دي مرة تانية. فمايك بيبص له بيقول له من امتى وانت جبان بالشكل ده؟ فالمدير بيقول له مش عاوز يشوفه بيتفصل قبل ما يطلع على المعاش بكام شهر. وبيخرج مايك من مكتب المدير ومش شايف قدامه، وبيروح لمكتب ايميا وبيقول لها ايه اللي انا سمعته ده بت. فبتبص له بهدوء وبتفهمه انه لو كان تظاهر انه سمع الكلام زي ما هي عملت احسن من الوش اللي هو بيعمله دلوقتي ده، وبيقول لها تقصدي ايه بالكلام ده. فبتشرح له ان من الواضح جدا ان في محاوله لاخفاء حقيقه اللي حصل في المستشفى، وعلشان يعرفوا اللي بيحصل بالظبط لازم يتصرفوا بهدوء وما يعملوش اي شوشره. وبتوري المعلومات اللي جمعتها عن جو اسرته، وبتعرفه ان مفيش وجود ليهم في السجلات، وانهم زي باقي ضحايا الجرائم اللي حصلت الفتره اللي فاتت بيستخدموا هويات مزيفه. وبكده تخمينه في ان في علاقه بين كل الجرائم دي صحيح. وبنرجع لجو اللي بيلم شنطته بيستعد علشان يمشي بعد ما خلص شوي زعيم المقنعين، وبيخرج من المخزن وبيركب الموتوسيكل بتاعه وبياخد الطريق الصحراوي على الرابع كده، وبيوصل لمكان اشبه بمعبد وبيدخله بسرعه، ولكنه بيتفاجئ ان المكان فاضي تماما. وبيكمل جو تنقله من مكان لمكان، وفي كل مره بيوصل فيها لمخبأ من مخابئ المنظمه، وبيكتشف ان المكان مهجور وفاضي. وبعد بحث طويل من غير اي نتيجه بيقرر يستريح شويه في الطريق، وفي نفس المكان اللي جو موجود فيه بيدخل اتنين من ضباط الشرطه بيدحرجوا التماسي على الموجودين. واول ما صاحب المكان بيشوفهم بيتضايق وبيقول لنفسه مساء الزفت على دماغه، وبيقرب واحد منه بيقول له فين الفلوس. فصاحب المحل بيطلع له رزمه دولارات، ولما الضابط بيعد الفلوس بيبص لصاحب المحل وبيقول له فين الباقي. وقبل ما صاحب المكان يتكلم الضابط بيمسكه من رقبته وبيلزقه على البار اللي قدامه بيقول له فلوسي فين. وقتها الضابط التاني بيبص لجو بيستفسر منه اذا كان الموتوسيكل اللي مركون بره بتاعه، وبيكمل كلامه بيقول له اكيد مش من الموتوسيكلات اللي اتسرقت في اليومين اللي فاتوا دول. وبيبص الضابط كده لجو بسخريه وبيقول له رخصك فين يا. ولما جو بيتجاهله بيحاول الضابط انه يمسك جو، ولكن جو بيكسر له دراعه وبيقضي عليه في اقل من ثانيه، وبيقوم من مكانه بكل هدوء وبيسيب شويه فلوس لصاحب المحل وبيمشي. فالضابط التاني بيسحب العصايه الحديديه اللي معاه وبيهاجم جو بيها، وطبعا زي ما كلنا متوقعين جو بيعمل منه بطاطس محمره وبيرميه ورا البار وبيكسر نص المكان. واول ما بيخرج بيشوف عربيه البوليس بيفتكر الكارت بتاع مايك اللي معاه، فبيطلعه بيبص له بيفكر شويه كده وبيمشي. وفي تاني يوم بالنهار في مقر الاف بي اي بنشوف مايك قاعد بيقرا الجريده، وايميا لابسه نظارات الفي ار وقاعده بتلعب. فمايك بيبص لها باستغراب وبيقول لها متاكده انك بتشتغلي مش بتلعبي؟ فبتجاوبه ان المجرمين كلهم بيعملوا صفقاتهم كلها في الفي ار دلوقتي، وعلشان كده فهم لازم يخلصوا من البحث في الموضوع علشان يبقى عندهم وقت يحققوا في قضيه جو. فمايك بيشرح لها ان راجل دقه قديمه وشغل التكنولوجيا ده ما بياكلش معاه، وحاسس ان ده مش شغله. وبترد عليه ايميا ان كل التطور اللي حصل ده بفضل شركه اوزرا. في اللحظه دي بيرن تليفون مايك وبيجي له اتصال من رقم مجهول، واول ما بيرد بيكتشف ان جو هو اللي بيكلمه، فبيحدف ايميا بالجريده في وشها. فبتبص له وبتقول له وانا مالي يا عم، ولما بيشاور لها انها تتبع المكالمه علشان تعرف مكانها بتنفذ كلامه. ومايك بيشرح لجو انه كان بيدور عليه ولكن مفيش حد موجود باسم جو بيساله عن هويته، فجو بيتجاهل كلامه بيعرفه انه عنده شويه اسئله ليه ولازم يعرف اجابتها. ومايك بيقول له يا ابني انا الظابط هنا، يعني انا اللي اساله وانت اللي تجاوب. في اللحظه دي جو بيكسر التليفون اللي بيتكلم منه وبيرن على مايك من تليفون تاني وبيحذره انه يعمل حركات البوليس دي عليه تاني والا هيقفل المكالمه. فمايك بيقول له كنت بهزر معاك مش اكتر. وبما ان جو مستعجل بيطلب من مايك يحدد المكان اللي هيتقابله فيه علشان يجاوبه على اسئلته. وبيستغرب مايك لان جو سابه يختار المكان ومش خايف انه يتقبض عليه. وبالفعل بيحدد مايك مطعم صيني في مكان قريب علشان يتقابلوا فيه بكره بالليل. واول ما جو بيعرف المكان بيكسر التليفون وبيمشي. ولما بيوصل للمدينه اول حاجه بتقابله هي اعلان شركه اورزا، وملخص الاعلان ان الشركه بتقدم خدمتها في كل المجالات للمواطن من اول ما بيتولد لحد ما بيموت. وبيكمل جو طريقه لحد ما بيطلع مبنى بيراقب منه المطعم اللي هيقابل مايك فيه علشان يتاكد من ان مايك مش هيعمل له فخ ويقدر بيه. في الوقت ده بيكون مايك في قلب المطعم وبيتكلم الراجل العجوز صاحب المطعم وبيطلب منه يفضي له المكان. فالعجوز بيقول له هل انت عبيط؟ المطعم ده ملكي ومالكش حق انك تقول لي اخرج ولا لا. وبيكمل العجوز كلامه بيقول لمايك مش قلت لك قبل كده ما تعملش اجتماعاتك هنا وتعطل للشغل؟ فمايك بيبص للمطعم المهجور وبيقول له بسخريه كلامك صحيح. وبيطلب العجوز من مايك انه يعرف بتوع الدليفري ان الاكل على الترابيزه. في اللحظه دي بيدخل جو بيقاطعهم، وقتها بيقوم العجوز من مكانه وبيعرف مايك انه يخرج نص ساعه ويرجع واي حاجه هتتكسر يخليه يدفع حقها ويسيبه وبيمشي. فمايك بيبص لجو بيقول له انا افتكرتك مت بعد كل التاخير ده. ولما جو بيتجاهله بيطلب مايك منه انه يكشف وشه علشان يتاكد من هويته. فجو بيطلع الكارت اللي مايك
حسابه في المستشفى. فمايك بيقول له استفدت انا ايه دلوقتي؟ ولما جو بيسمع كلامه بيلف وشه وبيمشي، ولكن مايك بيطلب منه يستنى وبيشاور له انه يقعد. واول ما جو بيقعد وبيقول له بص مبدئيا كده انا مش عاوز كلام جانبي، هسالك وتجاوبني من غير اي حروط. فمايك بيوافق وبيبدا جو يساله عن اي معلومات يعرفها عن جرائم القتل اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وبيستفسر مايك من جو اذا كان هيجاوبه على الاسئله اللي هو عاوز يعرفها وكمان. فجو بيقول له اه، وبيسحب مسدسه وبيقول له فكرني هسمع كلامك من غير سبب ولا ايه؟ سلم نفسك يا دور، ارفع ايدك لفوق واحكي اللي حصل في المستشفى بالتفصيل الممل. في اللحظه دي بيدخل بتاع الدليفري المطعم وبيتاكد من الاكل وبياخده وبيمشي. فمايك بيبص لجو بيساله ما استغلتش ان بتاع الدليفري موجود وهربت ليه؟ فجو بيجاوبه انه لسه ما خلصش كلامه ومفيش داعي انه يمشي. وقبل ما مايك يرد عليه بيظهر بتاع الدليفري من جديد وبياخد الاكل وبيمشي. وبيقرب مايك من جو بحذر وموجه المسدس لراسه كده، ولما بيكون جنبه الضابط بيتفاجئ بظهور دليفري جديد، وفي لمح البصر بينط بتاع الدليفري وبيهاجم جو بالمنجل اللي معاه. ولكن جو بيستخدم الترابيزه اللي كانوا قاعدين عليها علشان يسد الهجوم، ونتيجه لكده بيوقع القناع اللي كان لابسه. بيستغرب مايك لانه اول مره يشوفه من غير قناع، وبيتفادى جو هجوم جديد من النينجا وبيطلع سيفه وبيهجم عليه. هو بينجح النينجا في صد ضربة جو وبيبدا قتال عنيف بينهم وبيدمر اي شيء يقرب منه. فمايك بيطلع مسدسه وبيامرهم انهم يتوقفوا والا هيضرب عليهم. فالنينجا بيحدف على المنجل وبيقول له خليك في حالك، وبيضرب مايك 4 رصاصات على النينجا ولكنه بيصدهم بالسلاح بتاعه. وفي خلال لحظات بيكون قدام مايك وبيهاجمه بمنجل السلسله اللي معاه، ولكن جو بيلحق مايك في اخر لحظه وبينقذه من الموت. وبيستمر في تبادل الضربات مع النينجا بسرعه خرافيه، وفي وسط القتال بيتفاجئ جو ان النينجا بقى عنده 4 دراعات، فبيتراجع لورا كده وبتشقلب على ترابيزه قريبه منه وبيحدفها على النينجا اللي بيحولها لنشاره خشب ثواني. وبيستمر جو في تفادي هجمات النينجا، وفي لحظات بيستخدم مهاره سريه وبيطلع دخان بيغطي جسمه بيكون له راسين و4 دراعات اضافيين، وبيهجم جو على النينجا من جديد. وبعد ثواني من المبارزه الشرسه بينجح جو في انه يمسك اسلحه النينجا ويقيد حركته، وبيستخدم الدراعين الزياده اللي معاه وبيضرب النينجا ضربه بترميه لاخر المطعم. وقبل ما جو يقتل النينجا اللي كان بيواجهه بيكتشف وجود نينجا تاني قاعد بيتفرج على القتال، وبيهجم عليه من ورا ظهره وبيستغل النينجا الاول تشتت تركيز جو بيهاجمه، فبيضطر جو انه يتراجع نتيجه للهجمات الشرسه اللي بيتعرض ليها. وقتها بيهجم النينجا على مايكل واقف بيتفرج ومش عارف يعمل ايه، ولكن جو بيتدخل وبينقذه من جديد، وبيشيل ازازه كحول وبيرميها على النينجا، وبيغرق سيوفه في الكحول وبيخبطهم في بعض علشان يكون شراره ويشعل النار فيها، وبينط بكل قوته وبيتشقلب في الجو وهو بيهجم على النينجا، وبيتناوب النينجا في صد هجمات جو الناريه وبيهجموا عليه، ولكن جو بيتشقلب في الجو اكتر من مره وبيتفادى هجمتهم، وبيسحب ازازه الكحول من جنبه وبياخد منها بق كبير، وبيبخها على السيف المشتعل علشان يحرق النينجا، وبيستغل جو الفرصه وبيرمي سيفه وبيثبت ايد النينجا الاول في الحيطه، وفي جزء من الثانيه بيرمي السيف الثاني وبيقطع راس النينجا الاخير وبيقضي عليهم. وفي اللحظه دي مايك بيقرب من جو بيقول له انت مين بالظبط؟ وجو بيجاوبه بيقول له انا بطه بيكن. فمايك بيساله بغضب فين الشخص اللي كان في المستشفى، وبيلبس جو القناع وبيشرح له انه من النينجا والاشخاص اللي كانوا بيهاجموه من شويه نينجا برضه. فمايك بيتصدم لانه سمع عن النينجا ولكنه عمره ما كان يتخيل انهم يكونوا حقيقيين. وقبل ما يكمل مايك كلامه بيتفاجئوا بظهور عدد من الاشخاص المقنعين بيضربوا رصاصات عليهم، ونتيجه لكده المطعم بيتحول لمصفى حرفيا من كتر الرصاصات. ولما ضرب الرصاصات بيقف بيخرج جو ومايك من ورا الساتر اللي كانوا مستخبيين فيه، ولكنهم بيتفاجئوا ببازوكا تضرب عليهم، فبياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيجروا وبيستخبوا في ابعد مكان قبل ما الصاروخ يجي فيهم. وبعد ما بيتاكد المقنعين انهم دمروا المكان بيركبوا العربيه وبيهربوا. هو بيخرج مايك من وسط التراب وبيقف في قلب المطعم اللي بقى حطام وبينادي على جو ولكن من غير نتيجه. فبيقرب من جثه النينجا علشان يفحصها. في الوقت ده بيكون جو على سطح المبنى المقابل بيراقب تحركات مايك، وبنشوف مايك بيفحص المنجل اللي اخترق الدرع الواقي المصنوع من السيراميك اللي هو لابسه، وبيتعجب ازاي المنجل ما فيهوش ولا خدش حتى، وبيفتكر مين اللي يقدر يصنع سلاح زي ده. في اللحظه دي بيسمع اعلان شركه اوزا وبيحس ان في اشاره. في نفس الوقت بنشوف جو بيبص لصوره الشخص اللي في الاعلان بكل حقد، وفي مقارب منظمه النينجا بنشوف راجل عجوز قاعد بيشرب الشاي بكل هدوء، وبنعرف ان الشخص ده هو رئيس المنظمه. وبيظهر شخص اسمه زي بيبلغه ان جو لسه عايش للاسف. بتبدا الحلقه الجديده معانا في واحده من قصور اوروبا، وهناك بنشوف عدد من افراد الامن مقتولين بوحشيه، والمجموعه الباقيه منهم بيكونوا باين عليهم الخوف وبيحاولوا يحموا شخص من الواضح انه مهم جدا، وعلشان كده بيخرجوا من القصر بسرعه وبيركبوا عربيه وبيحاولوا يهربوا من المكان وهم خايفين. واول ما بيركبوا العربيه بيبدا الشخص المهم ده في الدعاء انهم ينجوا من الشياطين اللي بتطاردهم، ولكنه بيسمع صوت ضحك وبيظهر عليه اشد علامات الرعب. وفجاه بتظهر ايادي بشعه في قلب العربيه وبتقتل الحراس اللي بيحموه، وفي اقل من ثانيه بتظهر ايدين بتمسكه من رقبته وبتخنقه، وبيموت السواق والعربيه بتخبط في شجره وبتنفجر. وبعد شويه بيظهر واحد من النينجا جنب العربيه
العربية اللي انفجرت علشان يتأكد انه انهى مهمته بنجاح، وبيطلع تليفونه وبيقلب فيه شوية، ولما بيوصل عند صورة هجام بيلحس شاشة التليفون وبيقول بابتسامة مختلة وشريرة انه مش قادر يستنى علشان يقابله. في الوقت ده بنروح لمقر من المقرات بتاع منظمة النينجا، وبنشوف نفس النينجا المختلة ده قاعد بياكل استيك بكل هدوء، وخلال لحظات بيدخل زعيم المنظمة المكان وبيقعد على الكرسي اللي قصاده، والمختل بيقول ان المهمة اللي هو قام بيها كانت مملة جدا، وبيطلب منه يخلي اي شخص تاني يتولى المهمة اللي زي دي لانها تضيع للوقت والمهارات الجامدة على الفاضي. فزعيم منظمة النينجا اللي اسمه ياماجي بيقول له بغضب ان السيف سلاح من غير ارادة، بمعنى انه ينفذ اوامر المنظمة من غير اي اعتراض. فالمختل بيشرح له انه فاهم قصده، ولكن بلاش الامثال والحكم القديمة دي لانها عفى عليها الزمن، وانهم دلوقتي في عصر التكنولوجيا ومفيش داعي لاقناعة النينجا والعقيدة السرية بتاعتهم والتقاليد الفكسانة دي. وبيبص له ابتسام وبيقول له ولا انت لسه عايش في عصر الديناصورات ومش عارف تتأقلم. فيماجي بيتجاهل كلامه وبيقول له ان الاشخاص المنفيين من المنظمة مش نينجا، ولازم يتم ابادتهم لحد اخر فرد منهم من غير اي رحمة او تهاون، علشان يحافظوا على الفنون السرية للمنظمة ومنعها من الانتشار او التسرب للغرباء. فالمختل بيبص لصورة هيجان الموجودة قدامه على التليفون وبيقول له انه اكيد خصم جدير بمهاراته، وده بسبب ان هيجان كان واحد من نخبة النينجا في اليابان وقدر انه يجيد تقنيات قتالية متعددة، ده غير بروده وقسوته وعدم تردده في تنفيذ المهارات وابادة اهدافه. وبالمختصر المفيد التعريف المثالي للنينجا، وبيبتسم ابتسامة مقرفة وبيقول انه مش قادر ينتظر لمواجهة شخص بالقوة دي. فيماجي بيعرفوا انهم قتلوا هيجان مرة قبل كده والدكاترة اكدوا موته، ولكن على عكس كل توقعات هيجان رجع من الموت، وبتظهر الدهشة على وش النينجا المختل. وبيكمل ياماجي كلامه وبيخمن ان هيجان اكيد استخدم مهارة سرية محرمة علشان يرجع للحياة. فالنينجا المختل بيقول له تصدق المهارات السرية مفيش حد يعرفها غير النينجا القدام صح؟ وبيأكد ياماجي على كلامه وبيفهموا انهم لازم يستكشفوا التقنية السرية اللي هيجان استخدمها علشان يقدروا يقضوا عليه نهائيا. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه في فرق المنظمة بيقوم بتجهيز الاستعدادات اللازمة لمواجهة تقنية هيجان. فالنينجا المختل بيقول له ان في حل اسرع من كده بكتير، وبيقول له ان هيجان هيركع تحت رجليه ويتمنى الرحمة اول ما يواجهه. وبيقوم المختل من المكان وبيمشي، وقبل ما يمشي بيسأل ياماجي حاصد الارواح عمل ايه في مهمته. في اللحظة دي بننتقل لمخزن مهجور وبنشوف شخص مقنع بيسحب سيفه من جثة نينجا مقتول على الارض، والشخص بيقول ان استخدام النينجا مهاراتهم من غير اي هدف هو مجرد عنف مش اكتر. هو بيبص لزاي حاصد الارواح وبيقول له متهيأ لي علمتك الكلام ده قبل كده، وبيسأله قتل كام نينجا منفي او بالاصح كام واحد من زمايله القدامى. ولما زاي بيفضل ساكت بيكمل الشخص المقنع كلامه وبيشرح له ان المنظمة بقت فاسدة تماما، ومطاردتهم وقتلهم للنينجا المنفيين دليل على مدى عجز المنظمة وخوفها منهم. وبالنسبة ليا وللنينجا اللي لسه محافظين على شرف وقوانين النينجا زيه، فعدم قدرة زاي على قتل هيجان دليل على ان تمسكهم بالقوانين القديمة والشرف كان خيار صحيح. ولما باقي النينجا المنفيين بيعرفوا الكلام ده هيستجمعوا شجاعتهم ويواجهوا المنظمة زيه بالظبط. وبيستعد المقنع علشان يسحب سيفه وبيقول لزاي اسمح لي اعلمك درس اخير بما اني كنت الشخص اللي علمك ازاي تمسك السيف. وبيبدأ المقنع في استخدام مهاراته السرية وبتجتمع حواليه كمية كبيرة من الرياح، وفي اللحظة اللي بيسحب فيها السيف بيسبب تيار قوي جدا من الهواء بيدمر كل شيء في طريقه وبيملى المكان تراب. وبيقول بكل فخر ان من المستحيل صد نصل الرياح الناتج عن مهاراته السرية. ولما التراب بيختفي بيظهر ازاي وهو واقف مكانه مش باين عليه انه اتأثر بالهجوم اساسا. فالمقنع بيستعد علشان ينفذ مهاراته من جديد وبيقول ان ازاي مش هيقدر يتفادى هجومه مرتين، ولكن بيلاحظ ان سيف زي مش موجود في ايده. وفي وسط صدمته بيبدا ازاي انه يقرب ناحيته بكل هدوء وهو حاطط ايده في جيبه. في اللحظه دي بيدرك المقنع ان سيف زي راشق في صدره انه خسر القتال، فبيقع على الارض بألم وبيقول في انفاسه الاخيره انه يستنى يقابل زي من جديد في اعماق الجحيم. وبنرجع لياماجي والمختل من جديد، والمختل بيقول ان زي اكيد هيموت وواجه هيجان من جديد بعد ما فشل انه يقتله اول مره. فياماجي بيعرفه انه منع زي من انه يواجه هيجان ايا كان السبب، فبيستغرب المختل من قرار ياماجي وبيساله عن السبب. وبنسيب ياماجي والمختل اللي معاه وبنروح لقسم الشرطه اللي جنب المطعم اللي اتدمر، وبنشوف مايك بيزعق مع الضابط اللي موجود وهو مش مصدق اللي مكتوب في ملف القضيه. فالضابط بيشرح له ان المطعم كان بيتم استخدامه من المافيا الصينيه لغسيل الاموال، ولحسن الحظ هم اكتشفوا ده بسبب القتال اللي حصل بين العصابات. فمايك اللي كان موجود وعارف ان كل الكلام ده كدب علشان يغطوا على اللي حصل بينفجر في الضابط وبيقول له غسيل اموال مين ده، اخرهم يغسلوا مواعين في المطعم المفلس ده. فالضابط بيقول له احمد ربنا انك على الاقل ترتاح من الاكل المعفن اللي كان المطعم بيعمله. وبيبص مايك للضابط بغضب، وقبل ما يتكلم بيظهر مديره وبينادي عليه.
بيخرج ماك والمدير بتاعه من القسم وبيروحوا المكان فاضي، وبيبدا المدير كلامه وبيطلب من مايك انه يركز في شغله وما يحشرش نفسه في مشاكل هو في غنى عنها، والا هيضطر انهم يطردوا الشخص اللي كان بيقابلهم في المطعم هو كمان، وبيطلب منه يفكر كويس لان قراره ممكن يضيع عليه فرصه التقاعد بهدوء والاستمتاع بالصيد في اخر ايامه، وبيعرفه انه يبعت له شويه هدايا حلوه وسناره صيد اخر حاجه لو سمع كلامه. فمايك بيقول له بسخريه ان ده عرض مغري واكيد السناره هتكون من شركه اوزا. وقتها وش المدير بيتقلب وبيطلب من مايك انه يرتاح لانه اكيد تعبان ومش مدرك هو بيعمل ايه، ومن الممكن انه ياخد قرار غلط بسبب الحاله اللي هو فيها، وعلشان كده بيسيب له ورقه اجازه لحد وقت التقاعد بتاعه، بيقول له ان دي نصيحه منه بما انهم اصدقاء وبيسيبه وبيمشي. وفي مبنى مهجور بنلاقي هجان قاعد قدام النار وبيصنع سلاح علشان يستخدمه، وهو بيدق بالمطرقه على السلاح بيفتكر مشهد موت مراته وابنه وما بيقدرش يمسك نفسه وبيرجع، وبيحس بجسمه كله بيرتعش وانه مش قادر يتحكم في اعصابه، وبعد مده من الوقت بيقدر يهدي نفسه. وفي الوقت ده بيوصل مايك بعربيته المكسره، بيخرج وهو شايل صندوق فيه خضار واكل، وبيقول انه ما كانش متخيل انه يضطر يدفع ثمن المطعم كله للراجل العجوز ده، غير ان العجوز دلوقتي متهم في حاجه هو ما عملهاش وهيدخل السجن. وبيفتح العربيه وبيطلع لهم منها بطه، وبيسال هيجان لو يعرف يطبخ لهم بطه بيكن. وفي قلب المبنى مايك بيشرح لهيجان المعلومات اللي وصل لها من الهجوم اللي حصل في المطعم، واهم حاجه هي ان الاسلحه اللي النينجا كانوا بيستخدموها مصنوعه من معدن مميز، والمعدن ده تحت سيطره شركه اوزا بالكامل، ومن الواضح للاعمى ان في علاقه قويه بين اوزا ومنظمه النينجا. وبيكمل مايك كلامه انه هيستمر في البحث لحد ما يوصل لمعلومات اكتر، ولكن شركه اوزا خطيره لدرجه انهم مسيطرين على الاف بي اي وبيحاولوا انهم يبعدوا عن القضيه دي بكل الطرق. وبيقول مايك انه ما يقدرش يلوم مديره بما انه كان هيموت في الهجوم الاخير، فهيجان بيعرفوا انهم قتلوا عيلته وقتلوه هو كمان، وعلشان كده هو مش هيستريح لحد ما يقتل اخر واحد منهم ويدفعهم الثمن. فمايك بيبص له وبيشرح له انه اضطر يقبض عليه لو فضل مصمم على انه يقتلهم، ولكن في حاجات اهم من انه يقبض عليه دلوقتي، وعلشان كده هو هيتعاون معاهم. وبيرمي الورق في النار وبيقول ان هدفه الاول والاخير هو حمايه المواطنين من المجرمين، وان طول فتره شغله في القسم ما قابلش قضيه فيها نينجا غامضين، وعلشان كده يحتاج مساعده من هيجان. فهيجان بيناوله كوبايه وبيصب له فيها مشروب، وبيعرف انه من التقاليد ان الحلفاء بيشربوا مع بعض، ولما مايك بيشرب بيتصدم من طعم المشروب وبيسال هيجان اللي شربه ده، فبيجاوبه بكل هدوء ان ده مشروب طاقه، انت فاكره كحول ولا ايه؟ فمايك بيستفهم منه اذا كان ده المشروب الرسمي للنينجا، فهيجان بيفهمه انه بيحب المشروب ده مالوش اي علاقه بالنينجا. فمايك بيقوله نرجع لموضوعنا بما اننا وصلنا لطرف الخيط وهو شركه اوزا، فانا طلبت من حد عنده معلومات عن الشركه انه يقابلنا، وبيسمعوا صوت الباب بيتفتح. فمايك بيقول اكيد الشخص وصل. في اللحظه دي بيتفتح الباب ببطء كده وبيظهر بطه بيكن، وبعد فتره بنلاقي مايك وهيجان مستنين في سينما للسيارات، وهم منتظرين بتظهر ايماء ومايك بيزعقوا لهم انهم اتاخروا عن الميعاد اللي كان المفروض يتقابلوا فيه، فبتقول له اسلوبك ده هو اللي هيخليك تقضي عمرك كله وحيد من غير ما تتجوز، فبيتجاهل كلامها وبيقول لها ان ده مش مبرر انها تتاخر كل مره. وايما بتبص له بانزعاج وبتبرر انها اتاخرت بسبب انها كانت بتجيب العربيه الجامده بتاعتها اللي راكباها، فمايك بيستفهم منها ايه الجامده في حته الخرده اللي هي راكباها، وبتضايق ايما من كلامه وبتشاور على عربيته وبتقول له اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب يا عم، فبيفهمها ان على الاقل عربيته وصلته في الوقت المناسب مش اخرته زيها. في الوقت ده بيتدخل هيجان وبيبدا يشرح شويه معلومات عن عربيه ايما وبيقول انها عربيه حلوه فعلا، فايما بتفرح بكلام هيجان وبتمدح معلوماته وبتقول له اكيد النينجا عارفين كل حاجه، وبيبص هيجان لمايك بغضب، فمايك بيهديه وبيفهمه ان ايما تبعهم مش هتعرف سره لحد، ده غير انها الشخص اللي هيديه المعلومات اللي محتاجينها عن شركه اوزا. وبتوجه ايما كلامها لهيجان وبتعرفه انها معجبه بالنينجا من فتره، وبتقول له وانتوا صحيح بتستخدموا الحشيش في التدريبات بتاعتكم؟ فمايك بيتدخل بسرعه وبيسكتها وبيقول لها احنا جايين نشتغل مش علشان نرضي فضولك. وقتها ايما بتفتح باب العربيه بتطلب منهم يركبوا، ولكن المكان بيكون ضيق عليهم طبعا وبيتخانقوا شويه، وبتبدا ايما في الكتابه على اللوحه اللي قدامها، وفجاه بتتحول لعربيه وبيظهر شاشات مختلفه عليها ومعلومات كتير عن شركه اوزا. فبيستغرب مايك وهيجان من التغير المفاجئ اللي حصل للعربيه، وبتبدا تشرح لهم بفخر عن عربيتها وانها عباره عن كمبيوتر حديث متنقل وتقدر من خلالها انها تجمع معلومات من كل مكان في العالم خلال ثواني، وبتعرفهم انها بحثت شويه عن شركه اوزا وبتبدا تقول لهم ملخص اللي وصلت له، وهي ان شركه اوزا بتشتغل في تطوير الاسلحه والتكنولوجيا والاقتصاد والترفيه والرياضه والطاقه وكل حاجه، وباختصار الشركه ليها فروع في كل مجال من مجالات التكنولوجيا والحياه بشكل عام، وعندهم فروع في كل دول العالم تقريبا، والانظمه بتاعتهم بتستبدل باقي الانظمه في كل المجالات، ده غير سيطرتهم على الاسواق في كل المجالات، ومفيش دوله واحده تقدر تستغنى عن الخدمات المختلفه اللي الشركه بتقدمها.
بيقدمها، بمعنى صح الشركة شبه مسيطرة على العالم كله. ولكن التطور الضخم والسريع ده ليه جانب مظلم بيثير الشكوك، وده بسبب ان كل الاشخاص المهمين اللي بيعرضوا الشركة او سياستها والصحفيين اللي حاولوا يوصلوا للمعلومات اكتر عنها ماتوا كلهم في حوادث غامضة ومن غير تفسير لحد دلوقتي. واخر ضحية كانت سياسي مهم في اوروبا كان معارض بشدة لدخول الشركة لبلده. في اللحظة دي بتظهر صورة لشخص اللي النينجا المختل قتله في اول الحلقة، ولكن بمجرد موته الشخص اللي تولى مكانه بيرحب جدا بالشركة وبيسمح لهم يسيطروا على الدولة بالكامل. هو بتخمن ايما ان كل الحوادث الغامضة دي كانت من تنفيذ النينجا اللي بيتعاونوا مع اوزا او اتباعهم. فمايك بيحط ايده على دماغه بيقول له هو ده اللي كان ناقص، مؤامرة عالمية بين النينجا وشركة اوزا. بنروح لمختبر في مقر من المقرات بتاعت شركة اوزا، وبنشوف رئيس الشركة ومعاه مجموعة من العلماء وبيراقبوا تشغيل اول مفاعل نووي من صنع الشركة وهيطوروا من قدرتهم بشكل كبير جدا. وبتظهر السعادة على وش الرئيس اللي بيشرح لهم ان الاختراع ده هيغير المستقبل، والخطوة الجاية هي استخدامهم للطاقة النووية في الحياة اليومية. واول ما ينجوا في الخطوة دي الحياة تتغير تماما، ده غير ان اوزا هتبقى افضل واهم شركة في الكوكب. وبيسيب الرئيس المختبر وبيطلع لمكتبه علشان يتفاجأ بوجود ياماجي قاعد مستنيه بغضب، فبيرحب وبيستنتج ان في شيء مهم علشان يقابله بنفسه. فماجي بيحدف له صورة المقنعين اللي هاجموا هيجان ومايك في المطعم، وبيبتدي الرئيس يشرح له انهم تابع شركته وكان محتاج يجرب سلاح جديد هم صنعوه، وافضل هدف يجرب عليه هو النينجا اللي قدرته تتجاوز البشر، ولكن اكيد هيجربه على النينجا منفين وما لهمش علاقه بالمنظمه بتاعته. فماجي بيبص له بطرف عينه بغضب، والرئيس بيبرر موقفه انه في المره الجايه هيعرفه قبل ما يتصرف التصرف ده، وبيفهمه ان نتائج الاختبار هتفيدهم هما الاثنين بما انهم في شركه وكده. فماجي بيقوم من مكانه بكل هدوء، وقبل ما يمشي بيحذره انه يعمل كده تاني او يتدخل في شغلهم وبيسيبه وبيمشي. وبنرجع لهيجان ومايك اللي بيكونوا لسه بيسمعوا شرح ايما اللي ما بيخلصش، وبتعرفهم ايما ان مقر الشركه موجود في مدينه صناعيه باسم الشركه، والمدينه دي بيتم فيها اختبار كل التكنولوجيا والاختراعات بتاعت الشركه. في اللحظه دي بيشاور مايك على مكان في المبنى، ولكن مايك بيزقه لورا، وقبل ما يفهم اللي بيحصل بيتفاجئ بالسيف بيخترق سقف العربيه وبيظهر مكان قاعد. وبيتكرر الهجوم ده اكتر من مره، فهجان بيطلب من ايما انها تتحرك بالعربيه بسرعه، وبيطلع مايك مسدسه وبيضرب كام رصاصه على سقف العربيه، ولكن مفيش رصاصه منهم بتيجي في النينجا اللي مستخبي وبيهاجمهم. فهجان بيغمض عينه وبيركز علشان يشوف مكان وجود النينجا بالضبط، وبيستخدم سيفه علشان يطعنه. فمايك بيساله الهجوم نجح ولا لا، وقبل ما هجان يتكلم بتظهر عربيه زباله بتخبط العربيه وبتطيرها لاخر الشارع. وبيفوق هجان من الصدمه ببطء، وبيكتشف ان مايك وايما فاقدين للوعي، وبيبص من ازاز العربيه المكسور وبيشوف النينجا اللي كان بيهاجمهم واقف في نص الشارع، وبيوجه ايده ناحيه العربيه وبيضرب عليها عدد كبير من السكاكين. فهجان بيوطي علشان يتفادى الهجوم وبينط من شباك العربيه المكسور وبيخرج منها، وبمجرد ما بيخرج بيتفاجئ بمطر من السكاكين موجه ناحيته، ولكنه بينجح في انه يصدهم، وبيشتبك في قتال عنيف مع النينجا اللي لابس قناع غريب. وبعد تبادل كام ضربه منهم بيدخلوا في شارع جانبي وبيستمروا في القتال، وبينط هجان في الجو علشان يتفادى هجمات النينجا، ولكن النينجا بينط وراه بيكملوا القتال وهم في الهواء. بعدها بيطلعوا على سطح المبنى، وبينجح النينجا في انه يضرب هجان ويرمي بعيد، وقتها بيطلع النينجا 6 مجاسات من ظهره فيها كاميرات مواجهه ناحيه هجان، ومن غير اي مقدمه بتطلع منها سكاكين بتتجه ناحيه هجان بكل شراسه ووحشيه. وبسرعه كبيره بينجح هجان في تفادي وصد الهجمات، الا انه بيتصاب بسبب عدد المجاسات الكبير. في اللحظه دي بيستخدم مهاره الدخان بتاعته علشان يشكل 6 دراعات ويمسك المجاسات، ولكن اول ما بيمسكهم بتتحول المجاسات دي لاسلاك بتلف حوالين دراعاته الستة وبتقيدهم. وبيستغل النينجا الفرص وبيهجم على هجان بكل قوته، ولكن هجان بيتراجع بسرعه وبيتفادى الهجوم على اخر لحظه، وبيستخدم قوته الخارقه علشان يشن هجوم على النينجا وخبطه في الارض اكتر من مره. في اللحظه دي بيبدا النينجا في ضرب صواريخ من ظهره على هجان، وبيهرب هجان من الصواريخ، ولكن النينجا بيشده بالمجسات بتاعته علشان يمنعه من الهروب. فهجان بيستخدم سيفه علشان يفجر الصواريخ قبل ما توصل له، ولكنه بيتفاجئ بوابل جديد من الصواريخ بيطير ناحيته وهو في الجو. وبخفه ومهاره لا متناهيه بيقدر هجان انه يلف جسمه في الهواء ويراوغ الصواريخ، وبيرمي سيفه وبيسيب النينجا اللي بترمي لورا من قوه الضربه. وقبل ما ينزل هجان على الارض بيستخدم سلاحه علشان يطعن النينجا في راسه ويقضي عليه نهائيا، وبيشيل جثه النينجا من السيف المغروس فيها وبيرميها من على السطح، وبيخلع الكاميرا المتعلقه في ظهره. في الوقت ده بيكون النينجا المختل بيراقب القتال عن طريق الكاميرا، وبيبص هجان للكاميرا وبيشاور له انه هيقضي عليه وبيكسر الكاميرا. فبيضحك النينجا المختل بجنون، وبيتصل هجان بالاسعاف اللي بيوصله بسرعه. وبعد ما بيطمن ان مايك وايما لسه عايشين بيركب الموتوسيكل وبيستعد علشان يمشي، ولكنه بيتفاجئ ان في تليفون من التليفونات اللي معاه بيرن، ولما بيرد على التليفون بيسمع صوت شخص بيقول له اخيرا عرفت اوصل لك يا هجان. بنشوف جوه بيتكلم في التليفون مع
الشخص الغامض اللي قدر يوصل لرقمه وكمان عرف اسمه الحقيقي. وبتظهر الدهشة بكل وضوح على وش جو وهو بيسمع كلام الشخص الغامض ده وبيسأله عن هويته وعرف يوصل لرقمه ازاي. فالشخص الغامض بيشرح له انه مش يقدر يقول له اي معلومات عنه دلوقتي على الاقل، ولكن مفيش داعي انه يقلق منه لانهم في صف وهدف واحد. وهيثبت له كلامه بانه هيساعده في اختراق الدفاعات الحصنيه والمتعدده لمدينه اوزاوا، لانه عمره ما هيقدر يدخل للمدينه لوحده خصوصا ان منظمه النينجا بتدور عليه. فجو بيقول له انت فاكر اني اصدق كلام شخص مجهول زيك ما اعرفش اسمه حتى؟ فالشخص الغامض بيقول له على جزء من قانون النينجا اللي جو اتعلمه في العشيره زمان، وهو ان معرفه كل شيء عن خصمك وعدم معرفه الخصم اي شيء عنك هو اسلوب النينجا. بيتصدم جو لما بيسمع كلام الشخص الغامض ده لان القانون ده مفيش حد يعرفه غير النينجا القدامى. بيستنتج جون الشخص اللي بيكلمه نينجا منفي من المنظمه زيه بالظبط، والشخص الغامض ده بيطلب منه يستناه في مكان بعيد علشان يبعت له المعلومات اللي هتساعده يتسلل للمدينه، وبيسيب له الحريه يصدق كلامه او لا. بنروح لمايك اللي بيبقى قاعد على سريره في المستشفى وماسك ورقه فيها رسمه لثلاث اشخاص، وبيبص للرسمه بتركيز وبيسرح في ذكرياته. وبنشوف مايك وهو شغال في مهمه ومراته بترن عليه ولكنه مش بيرد لانه في الشغل واكيد عايزها في حاجه مش مهمه. فزميله بيقترح عليه انه يرد على التليفون بما انهم لسه قدامهم وقت على ما خلصوا مهمتهم. وبيتجاهل مايك اقتراح زميله والتليفون اللي بيقعد يرن طول الوقت، ولما بيرجع للمكتب بيرد على التليفون وهو زهقان ولكنه بيتصدم من الكلام اللي بيسمعه في المكالمه. وفي دقيقه بنشوفه واقف في المستشفى وجنبه مراته اللي قاعده بتعيط، وعلى السرير اللي قدامه في طفل مغطى بالكامل. وبنعرف ان الطفل اللي على السرير ده هي بنته الصغيره وانها ماتت في حادثه عربيه. ومراته بتساله بغضب ما ردش على التليفون ليه رغم انها بتتصل عليه من بدري، وبتقول له انه ما عندوش اي اهتمام بعيلته وكل اللي بيفكر فيه هو شغله وبس. وبتحدفه بورقه كانت في ايديها وبتسيبه وبتمشي. في اللحظه دي بيقع مايك على الارض من الصدمه وهو لسه مش مستوعب اللي حصل، وبيفتح الورقه اللي بتكون عباره عن رسمه بنته ورسمتها لاسرتها. وفي وسط تفكيره في عالم الذكريات بيسمع صوت جو بيطمن على حالته، فبيقوم مفزوع من مكانه بيقول الله يخرب بيتك كنت هتجيب لي سكته قلبيه. وبعد شويه بنشوف مايك وايما موجودين في الاوضه وجو خلص كلامه مع الشخص الغامض ده. فمايك بيفهم انه في احتمال كبير ان ده مجرد فخ معمول ليه، وجو بيفسر له ان القانون اللي الشخص الغامض ده قاله خاص بالعشيره القديمه ومفيش حد من الموجودين دلوقتي عارفه اساسا. ومايك بيقول له باستغراب وانت هتصدقه علشان كلمتين قالهم وخلاص؟ هنا بتتدخل ايما وبتشرح لهم ان كلام الشخص الغامض ده صحيح، ونظام الامن في مدينه اوزاوا معقد جدا ومستحيل حد يقدر يعدي منه الا لو كان شبح حرفيا بقى. فمايك بيستفسر من جو هيعمل ايه لو كان ده مجرد فخ، وجو بيجاوبه بكل بساطه انه هيقتل اللي عمل له الفخ ده. فمايك بيقول له يا عم ارحمني بقى وكل شويه اقول لك على حاجه تقول لي اقتله. وبيفتكر اخر محادثه ليه مع مديره، وبيستنتج انهم اكيد بيراقبوا تحركاته. ولما بيبص لايما بيسالها يتسللوا للمدينه ازاي، فايما بتجاوبه بكل ثقه انهم مستحيل يتسللوا للمدينه من اساسه. فبيقول لها بتعجب مش انت يا بنتي اللي قلتي ان احسن طريقه نكشفهم بيها هي اننا نوصل للمقر الرئيسي ليهم؟ بتجاوبه انها قالت كده فعلا ولكنها ما قالتش انهم يقدروا يعملوا حاجه زي دي، فبيطلب منها تعمل اي محاوله ولكنها بترفض وبتقول له ان ده عشم ابليس في الجنه يا عم. وبرغم كده فهي قدرت توصل لطريقه تانية بفضل عبقريتها، وبتشرح لهم انها لقت موقع على الدارك ويب في مجموعه من الاشخاص اللي بيراقبوا شركه اوزا، وعرفت منهم ان الشركه بتخطط لتصنيع اسلحه دمار شامل. فمايك بيقول لها شويه عيال وبتمصدقين نظريات المؤامره دي. وبيفكر مايك شويه وبيخمن ان ممكن يكون كلامها صح ومش هيخسروا حاجه لو اتاكدوا من الكلام ده. وبتكمل ايما كلامها ان المشرف على الموقع كان شغال قبل كده في شركه، ولكن المشكله هي ان مكانه بعيد عنهم بشكل كبير. فمايك بيعرفها ان مفيش مشكله لان هو اللي يروح لوحده وما كانش هياخدها معاه اصلا، وانها عملت اللي عليها وكفايه تسيب الشغل الخطر ليه بما ان هو راجل عجوز ومش باقي له كتير. فبتقول انها مش هتسيبه لوحده مهما حصل. وبيحاول انه يقنعها بكلامه ولكنها بتشرح له انهم ممكن يكشفوا اسرار شركه اوزا اللي مسيطره على التكنولوجيا. وبتساله انت عارف انا هبقى غنيه قد ايه لو عرفت ابيع التكنولوجيا بتاعتهم؟ فبيبص لها بصه وبيقول لها وانا كنت فاكرك خايفه عليا، طلعتي ماديه واطيه كمان. فجو بيقوم من مكانه علشان يمشي وبيقول لهم يكونوا حذرين ويخلوا بالهم من نفسهم علشان مش يعرف ينقذهم كل مره. فمايك بيستفسر من جو اذا كانت مراته عارفه انه نينجا، فجو بيقول له انها كانت عارفه لانها كانت نينجا هي كمان. فمايك بيقول له باستغراب هو النينجا بيكونوا اسر زي الناس العاديين ولا ايه؟ فجو بيعرفه انهم كسروا قوانين النينجا وده سبب نفيهم من المنظمه، وفي الطبيعي النينجا مش مسموح لهم يكونوا اي عواطف او ارتباط حتى بزمائلهم في نفس المنظمه. ولما بيخرج جو من المكان مايك بيقول انه اختار اسرته على حساب قوانين النينجا. وفي مقر منظمه النينجا بنشوف رئيس شركه اوزا قاعد مع خمس اشخاص تانيين، وبعد ما بيشوفوا قتال جو مع النينجا الالي، رئيس اوزا بيقول بسعاده ان جو ده قوي جدا وانه مش مصدق ازاي قدر يهزم النينجا الالي اللي يقدر يواجه كتيبه كامله بالسلاح
بالسهوله دي. فالنينجا المختل بيقول له اكيد انت مش قادر تستنى، عايز تقتله زي بالظبط. ورئيس اوزا بيبص له بقرف وبيطلب منه ما يقارنش نفسه بيه، وبيفسر له كلامه بانه رجل اعمال ما عندوش اي اهتمام بالقتل او الفوز، وكل اللي يهمه هي المعلومات اللي هتخليه يشكل المستقبل زي ما يحب. فالنينجا المختل بيقول له طب لو ظهر قدامك جو دلوقتي حلو هتسيبه يقتلك؟ رئيس اوزا بيشرح له ان ده سبب وجود سكرتيرته الموهوبه ديلي. فالنينجا المختل بيبص لديلي وبيقول لها بيدفع لك كام علشان تشتغلي معايا بيت؟ وبتبص ديلي لرئيس اوزا وبتستفهم منه وهل تجاوب سؤال الحيوان ده ولا لا. فبيطلب منها انها ما تشغلش بالها بالكلام ده، وبيوجه كلامه لباقي الموجودين وبيستفسر منهم هيعملوا ايه بما ان جو هيجي لمدينه اوزا. وقتها النينجا اللي لابسه درع بنعرف ان اسمها اوسكا، وبتعرفه ان مفيش داعي للقلق لان دفاعات المدينه محصنه تماما ومستحيل حد يخترقها. فبيقول لها استني بس الكمال اللي وحده يا بنتي، ومهما كانت دفاعات للمدينه محصنه ففي احتماليه ان يتم اختراقها. ولكن بيوقف كلامه لما بيلاحظ ان الشخص اللي قاعد قصاده مش مركز معاه وعمال يسرح في شعره، فبيقول له ركز معايا يا عم دي علشان بقول كلام مهم. فدي بيبرر موقفه انه لسه حالق ومظبط شعره، ولو جو قرب من شعره هيقتله. فالنينجا المختل بيقول له يا عم اقعد براسك دي بقى اللي شبله القاسه دي. ولكن بيتفاجئ انه مش قادر يتكلم وبيحس ان في حاجه بتخنقه، وبنكتشف ان ياماجي هو اللي بيخنقه بعد ما زهق من الدوشه اللي هم عاملينها وفاض بالكيل. وبيتكلم ياماجي بغضب وبيقول لهم بطلوا كلام فاضي وركزوا معايا، بما اننا كلنا عارفين ان جو شخص قوي ما ينفعش نستهين بيه فخطتنا مش هتتغير، لازم نكتشف التقنيه السريه بتاعته علشان نقتله ونتخلص منه بقى. فرئيس اوزا بيستفسر منه هيعملوا ايه في مايك اللي بيساعد جو، وياماجي بيعرفه انه مايك ملوش اهميه وما يشكلش اي تهديد عليهم ويقدروا يتخلصوا منه في اي وقت، وبيقول له ما تعملش مشكله ملهاش اي لازمه زي المره اللي فاتت. فرئيس اوزا بيعترض على معاملته ليه لانه مش شغال عنده، ولكنه بيوافق على خطته لانه شايف انها منطقيه. في اللحظه دي بيطير غراب كان موجود على التمثال في قلب المكان، وبعد الاجتماع ما بيخلص بنشوف رئيس شركه اوزا وديلي راكبين عربيه، والرئيس بيستفسر منها جو هيعمل ايه، فبتساله اذا كان قلقان منه، فبيضحك وبيقول لها بالعكس هو متحمس علشان يشوف ايه اللي هيحصل، وان ما صدق يلاقي حاجه يجرب عليها اختراعات الشركه بتاعته. وبنسيبهم ونروح لمقر النينجا وبنشوف ياماجي قاعد في اوضته وازاي بيطلب منه انه يسمح له يقتل جو. فياماجي بيمنعه من انه يعترض طريق جو، وبيعرفه انه يخلي باقي المنظمه يطاردوه لان خسارتهم مش هتاثر على المنظمه، واول ما يكشف تقنيه جو السريه هيقتلوه بكل سهوله، والموضوع مساله وقت قبل ما يحقق هدفه. وبنرجع لجو اللي راكب الموتوسيكل بتاعه في طريقه للمكان اللي الشخص الغامض قال له عليه، وفي الطريق بيفتكر اللي اتعلمه في النينجا وان قوانين النينجا هي اللي بتحميه وبتحافظ على العشيره وبتربط النينجا ببعض، وعلشان كده لازم يحموا القوانين حتى لو هيضحوا بنفسهم. والقوانين الثلاثه اللي اتربوا عليها هي كالاتي: واحد، اسرار العشيره لازم يحافظوا عليها باي ثمن. 2، النينجا لازم يكونوا مجردين من المشاعر حتى تجاه اقرب الناس ليهم. 3، نجاح المهمه اهم من حياه النينجا نفسه. ومع تردد الكلمات دي في راس جو بيسرح في ذكرياته، وبنشوف 3 من النينجا وبيتسللوا المكان وبيقتلوا كل الموجودين فيه وبينقلوا معلومات سريه جدا وبيختفوا من المكان. بعدها في قريه النينجا المنعزله بنشوف رؤساء المنظمه متجمعين، بنعرف ان النينجا اللي بيثبتوا مهاراتهم بيتم منحهم اسماء خاصه بيهم كنينجا، وده سبب اجتماع الرؤساء. والنينجا اللي هيحصلوا على الاسماء دي هم الثلاثه اللي شفناهم من شويه، وبدايه من النهارده اسمائهم هتكون جو، زاي، ماري. ومش هيحصلوا على اسماء بس، لا، كل واحد فيهم هيتم تعليمه تقنيه سريه خاصه بيه هو، خاصه بيه شخصيا محدش هيتعلمها غيره، وما ينفعش اي حد غيره يعرف اي حاجه عنها. وبدايه من دلوقتي المهمات اللي هياخدوها تبقى اصعب بكتير، ولكن بما انهم موهوبين وعندهم القوى الكفايه هيقدروا ينفذوها بكل سهوله، وفي النهايه هيقودوا العشيره لمستقبل افضل. وبعد شويه بنشوف جو وماري قاعدين في اوضه لوحدهم، وجو بيقول انه مش مصدق انهم اخيرا حصلوا على اساميهم وبقوا نينجا حقيقيين، فماري بتقول ان اسمائهم الجديده عجباها. في اللحظه دي بيدخل زي هو شايل براد شاي كده وبيقول انه لسه مش قادر يتعود على الاسماء الجديده، فجو بيشرح له ان الاسماء دي دليل على وجودهم وهتكون السبب انهم يفتكروا بعض. فزي بيقول له طالما انت شايف كده يبقى نحتفل يا عم باللحظه دي لانها مش هتتكرر مره ثانيه. وبيبتسم جو بيقول له خلاص اوعى تكشف التقنيه السريه بتاعتك من كتر الفرحه. فزي بيقول له عيب عليك يا عم، انا هخليها مفاجاه ليك في حاله ان احنا واجهنا بعض في المستقبل. وبيصب الشاي وبيفهمهم ان الروابط اللي ما بينهم اقوى من الروابط العائليه، لانه مش عارفين هيموتوا امتى، واللحظه دي هي الدليل على وجودهم والعهد اللي بينهم. فماري بتساله بتعجب عهد ايه؟ فزي بيجاوبها انهم لازم يخاطروا بحياتهم علشان يقوموا بالواجب اللي عليهم تجاه العشيره. وبعد مده من الزمن بنشوف الثلاثه في مهمه جديده بيتسللوا لقلعه محصنه، وبسرعه ومهاره بيقضوا على الحراس وبيدخلوا القلعه. وبيوصل جو وماري لمكان الهدف اللي يقتلوه، ولكنهم بيلاقوا المكان فاضي، فبتقرب ماري وبتفتح دولاب
الدولاب وبتلاقي هدفهم مستخبي ومعاها بنتها الصغيرة اللي بتعيط من الخوف، ولما بتيجي عينها في عيون الطفلة بتتردد لحظات، والهدف بتستغل تردد ماري وبتسحب مسدس كانت مخبية وبتضرب عليها 3 رصاصات وبتصيبها في دراعها وجنبها ورجليها، وفي جزء من الثانية بيتحرك جو بيقتل الهدف وبينقذ ماري، وبيجتمع الحراس في المكان بعد ما سمعوا صوت الرصاصات، وأول ما بيوصلوا بيضربوا عليهم نور، فبيستخدم جو قنبلة دخانية وبياخد ماري وبينط من الشباك في البحيرة اللي جنب القلعة، ولما بيطمن جو انهم هربوا من المكان مفيش حد بيطاردهم بيخرج من البحيرة وهو شايل ماري اللي مغمى عليها، وبسرعة بيعمل لها تنفس صناعي علشان يفوقها، وبعد فترة صغيرة بنشوفهم مستخبين في كهف وجو بيطحن أعشاب علشان يعالج بيها جروح ماري، وماري بتطلب منه انه يمشي من المكان لانها هتعطل على الفاضي، فبيعرف انه مش هيسيبها ويمشي، ولما ماري بتشوف اصرار جو على مساعدتها بتقرر انها تقتل نفسها، ولكنه بيلحقها بسرعة وبيوقفها في اخر لحظة، فبتترجى انه يسيبها ويمشي والا المهمة تفشل بسببهم، فجو بيكرر كلامه من جديد انه مش هيسيبها ويمشي، فبتفكروا بقانون النينجا وان المفروض ما يبقاش عنده عواطف تجاه اي حد علشان ما يعرضش المهمة للخطر، فجو بيبص لها في عينها وبيقول لها انه من اول ما شافها وهو كسر قانون النينجا ملعوبة يلا والله، ولما ماري بتتأكد انه مش هيغير رأيه وبتسكت وبتسمع كلامه، وبنرجع للحاضر وبنشوف زي واقف اوضته وماسك الكاس المكسور اللي شربه في الشاي، وتاني يوم بنلاقي مايك بيحاول يكلم جو على التليفون ولكنه مش بيرد عليه، فبيسيب له رسالة انه يروح علشان يقابل الشخص اللي هياخد منه المعلومات، واول ما بيبعت الرسالة بيلاقي مديره في الشغل بيرن عليه، فبيرد عليه وقرفان من نفسه، والمدير بيسأله ليه ما بلغش انه خرج من المستشفى، فمايك بيتجاهل سؤاله بيقول له يسيب الهدية بتاعته على مكتبه جنب ورق التقاعد وهو هيبقى ياخدهم، والمدير بيقول له انت حر تعمل اللي انت عايزه بما انك واخد اجازة دلوقتي، ولكن الموضوع مختلف تماما بالنسبة لإيما، وخلال دقايق بنشوف مايك بيوصل إيما للشغل بعربيته المكسرة، وإيما بتعتذر له انها مش هتقدر تساعده اكتر من كده، فمايك بيقول لها انه الطبيعي انها تسمع كلام مديرها في الشغل، ده غير انه كان بيفكر في طريقة علشان يسيبها ويكمل بحث لوحده وهو ما صدق ان الفرصة جات له، فإيما بتقول له تعالى ناكل حاجة قبل ما نرجع علشان هي اكيد جعانة، في الوقت ده بيكون جو مستني في المكان اللي الشخص الغامض قال له عليه، وفي خلال لحظات بتجيله مكالمة وبيسمع صوت الشخص الغامض وبيعرفه انه اختار الاختيار الصح، وفي البداية بيشرح له تركيبة نظام الامن بتاع المدينة واللي بيتكون من انظمة تقنية تم تطورها في شركة اوزا وعندهم كاميرات مراقبة منتشرة في كل مكان، ده غير المستشارات اللي موجودة في كل مداخل المدينة، ولو حد مجهول قرب من المدينة وتجاهل تحذيرات الامن النظام بيعتبره عدو وبيضربوا عليه نار من غير اي مقدمات، ده غير ان المدينة محاطة باجزاء كهرومغناطيسية بتمنع مرور اي حاجة في الجو ما عدا المطر والهواء، وبكده دخول المدينة من فوق الارض مستحيل تماما، والطريقة الوحيدة المتبقية هي انهم يتسللوا عن طريق شبكة المراقبة القديمة الموجودة تحت الارض، وفي ثواني بيبعت الشخص الغامض خريطة المكان اللي يدخل منها، وعلى الرغم من كده فالموضوع مش سهل ابدا لان شبكة المراقبة القديمة مليانة كاميرات في كل حتة، ده غير اشعة الليزر اللي موجودة في المكان كله والحراس اللي بيراقبوا المكان طول الوقت، وعلشان الخطة تنجح لازم جو يتسلل المكان من غير اي حد ما يحس، وبعد ما يعدي كل التحصينات دي هيوصل للحاجز الكهرومغناطيسي، وقتها الشخص الغامض هيوقف الحاجز لمدة 5 ثواني بس، واجهزة الانذار هتتفعل والمكان كله هيتقفل، فجو بيعرف انه ما عندوش مشاكل، وعلى الجانب التاني بنشوف مايك اللي ساق عربيته ورايح علشان يقابل الشخص اللي هياخد منه المعلومات، وبيفتكر ان ايما وريته صورة الشخص ده وعرفته ان اسمه جوينس وهم بياكلوا بالنهار، وبتقول له وقالت له يا ريت ما يكونش عمل عملية وغير شكله، فمايك بيقول لها انه هيقدر يعرفه حتى لو غير شكله، وبتسأله ازاي الكلام ده، بيجاوبها انه يعلمها الطريقة في يوم تاني، فايما بتقول له ان ده اول بحث هيعمله لوحده من ساعة هي ما انضمت للاف بي اي وبقت زميلته، وبتطلب منه يخلي باله من نفسه لانه على الرغم من انه بيوجع دماغها طول الوقت الا انها بتشكره انه علمها حاجات كتير، فبيقول لها ايه ده انت بتشكريني مش عوايدك يعني، في اللحظة دي مايك بيكتشف ان القهوة اللي كان بيشربها خلصت فبيطلب كوباية تانية، وايما بتقول له خف شرب قهوة شوية والا هتموت بدري علشان لسه في حاجات انا عايزة اتعلمها منك، بنرجع للحاضر وبنلاقي مايك بيبص بحزن جد جدا لصورة بنته، وفي الجانب التاني بنشوف جو اللي وصل للمكان اللي يدخل منه المدينة، والشخص الغامض بيعرفه انه هكر كل كاميرات المراقبة وغير الصورة بتاعتها ومعاه 8 دقايق قبل ما ترجع تشتغل، وبيجري جو بسرعة بينط في قلب المدخل اللي بيوصل لتحت الارض، وبنشوف جو بيتسلل للمكان بحذر شديد جدا، والشخص الغامض بيعرفه اماكن الحراس اللي بيراقبوا المكان، وبيطلب منه يتبع التعليمات اللي هيقوله عليها، وبيجري جو بسرعة وخفة وبيعدي من وراء اول حارس من غير ما يحس بيه، بعدها بيدخل في ممر ضيق وبينط من على السور برشاقة علشان يعدي من فوق الحراس، ولما الحارس بيلف وشه مش بيلاقي اي حد موجود، وبيكمل جو طريقه بحركات نينجا والاروع وبيعدي من فخ الليزر اللي بيتغير كل ثانيتين، ولكن للاسف بسبب نقطة عرق واحدة
واحدة لمسة الليزر بتشتغل أجهزة الإنذار وبيعرف الحراس مكانه، وبيحاول مجموعة من الحراس إنهم يعترضوا طريق جو وبيضربوا عليه نار، ولكن من غير فايدة لأنه بيقضي عليهم كلهم في ثانية واحدة. وبياخد أول طريق على يمينه علشان يوصل للحاجز الكهرومغناطيسي بعد وقت قليل، والشخص الغامض بيبلغه إنه يقفل الحاجز دلوقتي وبيبدأ يعد 5 ثواني. وفي اللحظة اللي يعد جو فيها من الحاجز ويدخل لقلب المدينة بيظهر زي وبيهاجمه، ولكن جو بيصد الهجوم بتاعه وبيرجع لورا وبيتفعل الحاجز من جديد. بنشوف جو واقف وبيتكلم مع زي اللي واقف ورا الحاجز وبيستفسر منه اذا كان موت ماري بسبب اوامر ياماجي، فزي بيجاوبه ان محاولته الهروب من الموت ملهاش اي فايده لانه هيموت في ايده كده كده، وبيسيبه وبيمشي. على الجانب التاني بنشوف مايك اللي وصل للمكان بتاع جايسون اللي كان شغال في اوزا، ومايك بيكلم ايما في التليفون وبيسالها اذا كانت متاكده انه موجود في المكان المهجور ده، فبتشرح له ان جايسون ما عملش اي ابحاث او اكتشافات مهمه في الفتره اللي كان شغال فيها في اوزا، ولكن كونه مستخبي في مكان زي ده معناه انه يعرف حاجه او مخبي شيء مهم. فمايك بيعرف انه هيعتمد عليها تجيب له معلومات جديده لو ما قدرش يعمل حاجه في جايسون. وايما بتقول له اكيد طبعا بس لازم تعزمني على اكله حلوه الاول، وبتحذره من ان الاف بي اي بيراقبوه وفي احتمال كبير انهم بيراقبوها هي كمان، وعلشان كده لازم ما يتواصلوش مع بعض الا في الحالات الطارئه بس. فبيقول لها تمام مفيش مشكله وبيقفل المكالمه. واول ما بيدخل المكان بيلاقيه فاضي ومفيش غير شخص واحد نايم على ترابيزه، فمايك بيقعد جنبه بيساله الاجهزه دي مش شغاله ليه، ولما الشخص بيصحى مايك بيستفسر منه اذا كان هو جيسون، فالراجل بيبص له وهو لسه مش مستوعب كلامه. بنروح بقى لمكان اجتماع رئيس اوزا مع ياماجي وباقي النينجا، وبنلاقي اوساكا بتشرح لهم اللي حصل في محاوله جو للتسلل للمدينه، وتعرفهم ان في عطل حصل في نظام الامن بسبب تعطل الحاجز الكهرومغناطيسي، ومن طريقه تصرف جو بتستنتج انه كان عنده معلومات عن نظام الامن بتاعهم، فدي بيسالها لو كانت عارفه سبب العطل اللي حصل، واوسكا بتعرفه انهم لسه بيدوروا على السبب، ولكنها بتخمن ان في حد بيساعد جو هو السبب في تعطل نظام الامن. فالنينجا المختل بيتدخل وبيقول ان كل الكلام ده ملهوش اي لازمه، والافضل لهم انهم يهاجموا جو بما انهم عارفين مكانه. وياماجي بيعرفهم ان الخطه مش هتتغير ومش هيعملوا اي حاجه الا لما يعرفوا سر تقنيه جو. فالنينجا المختل بيقول لهم طب ايه رايكم نسيب جو يدخل المدينه ونهاجمه بكل القوات الموجوده معانا، وقتها تقنيته السريه مش هتنفعه قدام الاعداد المهوله اللي هيواجهها. فاوسكا بتعترض على كلامه لان القتل جوه المدينه في مخاطره كبيره جدا وقدرها تحصل هتسبب خسائر كبيره لاوزا. والنينجا المختل بيبرر كلامه ان العطل اللي حصل كان بسبب نظام اوزا فلازم يستحملوا شويه. فرئيس اوزا بيعرفهم ان الخطه دي عجبته ولو ما عندهمش اي مانع من ان شركته تتحمل الخسائر اللي هتحصل، فديلي بتقترح انهم يوجهوا جو لقاعه الاختبارات. وبيفرح رئيس اوزا بالاقتراح ده لانه يحصل على معلومات مهمه من قتله. وبنروح لجو اللي بيكون قاعد بيفكر في طريقه يدخل بيها للمدينه، وبيجي له اتصال من النينجا المجهول وبيعرفوا ان المنظمه هتسمح له انه يدخل المدينه، ولكن ده عباره عن فخ وهيهاجموه بكل جنودهم اول ما يدخل، وفي احتمال كبير جدا انه يتقتل. وبتقترح عليه انه ما ينفذش اللي هم عايزينه ويتراجع دلوقتي، ولكن جو بيقول لهم انه مش هيرجع ويدخل المدينه ويقتل ياماجي وينتقم من كل افراد المنظمه، واكيد مش هتجيله فرصه تاني زي دي. فالنينجا المجهول بيشرح لجو ان بوابات المدينه تتفتح الساعه 7 وان المنظمه عملت استعراض في الوقت ده علشان يغطوا على القتال اللي هيحصل. وبنرجع لمايك وبنلاقي قاعد جنب جاسون بعد ما صحى من النوم، وجاسون بيساله بخوف اذا كان عايز يبلغ عن شركه اوزا، فمايك بيطمنه انه مش هيبلغ عنه ولا حاجه وانما عايز مساعده منه في البحث اللي بيعمله عن اوزا. وجاسون بيسال نفسه ازاي مايك عرف هويته رغم انه غير شكله بالكامل، وبعد لحظات من التفكير بيخمن ان ممكن يكون مايك وصل لمكانه عن طريق تتبع الكمبيوتر اللي كان شغال عليه، ولكن مايك بيتجاهل كلام جاسون تماما وبيقرب منه اجهزه الالعاب الموجوده في المكان وبيقول له ياه انا فاكر اللعبه دي من وانا عيل صغير، وبيطلب منه انه يحركها. وقتها بيبان التوتر على وش جايسون بوضوح، وبعد لحظات بنشوف مايك واقف قدام باب مخفي وبيستفسر منه جايسون هو بيعمل ايه في المكان. وفي مدينه اوزاوا بنشوف السكان كلهم متجمعين علشان يشوفوا الاستعراض المفاجئ اللي اوزاوا اعلنت عنه، واول ما الساعه بتبقى 7 بتظهر العاب ناريه في المدينه وبيبدا الاستعراض. وبنشوف جو داخل المدينه واقف في غرفه مراقبه وبيتابع الكاميرات الموجوده، بعدها بيخرج من المكان وبيروح عند اقرب مدخل لشبكه الصرف بتاع المدينه، وبكل تحركاته بتكون متراقبه وظاهره قدام النينجا اللي متجمعين في مقر اوزا. واول ما جو بيدخل انفاق شبكه الصرف بيلاقي جيش من النينجا في انتظاره مستعدين للهجوم عليه. في الوقت ده بيدخل مايك للاوضه السريه بتاعه جايسون وبيتفاجئ من الاجهزه اللي بيستخدموها علشان يهكروا اوزا. واول ما جايسون بيدخل الاوضه بيقعد على الكرسي وبيقول بغضب انه هيدمر شركه اوزا تماما لانهم كانوا مستعبدينه حرفيا في الشغل، وفوق كده ما كانش بيهتم بابحاثه اصلا واجبروه انه يسيب الشغل، وبيقعد يشتم في الشركه اللي بيشتغلوا فيها. فمايك بيقول ان المشكله شخصيته مش الشركه، ولكن جايسون بيبرر موقفه انهم كانوا بيغيروا من ذكائه.
ومايك بيفتكر كلام ايما عن جيسون وبيقول انه مش عاوز غير انه ينتقم من الشركه وخلاص. فجيسون بيقول بارتباك انه متاكد من ان اوزا بيعمل ابحاث غير قانونيه وبيصنعوا اسلحه خطيره، وعلى الرغم من ان مفيش حد مصدق كلامه الا انه هيكتشف ويثبت صحه كلامه ده. فمايك بيهديه وبيعرفه انه مصدق كلامه كله وان هدفه زي هدفه بالظبط، هو تدمير شركه اوزا، وبيطلب منه يهكر سيرفرات الشركه. فجيسون بيشرح لمايك ان نظام الحمايه بتاع الشركه قوي، ده غير انهم هيتقتلوا اول ما يعرفوا مكانه. ومايك بيطمنه بيعرفه انه يحميه من اوزا. بنرجع لجول اللي في الوقت ده بيكون مشتبك في قتال دموي مع النينجا، وبيهجم بقوه على اول مجموعه منهم بتعترض طريقهم وبيقضي عليهم في لحظات. بعدها بيستخدم قنابل متفجره علشان يفجر المتبقي منهم، وبيكمل جري في قلب النفق وبيقابل اتنين من النينجا فبيخلص عليهم بسيفه، ولكنه بيتفاجئ بمجموعه كبيره من النينجا عاملين له كمين، فبينط في الهواء بكل قوه وبينزل وراهم. واول ما بينزل على الارض بيتحدف عليه عدد كبير جدا من الخناجر، ولكن جو بيمسك واحد من النينجا وبيستخدمه كدرع بشري علشان يصد الخناجر، وبيهجم النينجا على جو بسرعه من غير ما يضيعوا اي وقت، الا ان جو بيرمي جثه النينجا بعد ما زرع فيها عدد القنابل، وبتنفجر القنابل وبتقضي عليهم كلهم. وقتها بيكون جيسون شغال على الكمبيوتر وبيحاول بكل جهده انه هكر سيرفرات الشركه، وبيفهم مايك انه مش هيعرف يدمر النظام، واقصى حاجه يقدر يعملها هي انه يستخرج شويه معلومات كده. ومايك بيقول له اللي يجي منك احسن منك. وبعد فتره من البحث بينجح جيسون انه يوصل لمعلومات تابعه لقسم التطور في شركه اوزا، لكن المعلومات دي مش مهمه قوي، وبيقرر يدور على حاجه اهم. وبعد كام محاوله فاشله كده بينجح انه يوصل لملف اسمه باوند، ولما بيفتح الملف بيقرا اللي فيه وبيكتشف ان الملف ده عباره عن هويات مزيفه الشركات بتستخدمها علشان تنفذ عملياتها. وبيحس جيسون بالسعاده لانه نجح انه يلاقي معلومات ضد الشركه. ومايك بيتعجب انه لسه ما لقاش اي معلومات عن النينجا لحد دلوقتي، ولكنه بيتصدم لما بيشوف اسم ايما في الملف. فجيسون بيقول له اكيد تشابه اسماء مش اكتر. في اللحظه دي بيشتغل جهاز الانذار وبيشوفوا مجموعه من المسلحين بتقرب من المكان، بيستنتجوا ان الشركه عرفت مكانهم وقررت انها تتخلص منهم. وفي اقل من دقيقه بيدخل المسلحين المكان وبيدوروا عليهم بكل حذر. وبيستخبى مايك وجيسون تحت ترابيزه كده، واول ما المسلحين بيعدوا من جنبهم بيشغل مايك كل الاجهزه اللي في المكان مره واحده، فالمسلحين بيضربوا نار على الاجهزه من المفاجاه. وبيستغل مايك وجيسون الفرصه دي علشان يركبوا العربيه ويهربوا قبل المسلحين يحاصروهم. وفي طريقهم للهروب بيخمن مايك ان الاف بي اي بلغوا الشركه بمكانه وبعتوا المسلحين دول علشان يتخلصوا منهم. وفي قلب المدينه بنشوف مجموعه من الحراس بيقربوا بحذر من مبنى كبير، ولكنهم بيتفاجئوا بقنبله دخان بتنفجر في وسطهم وعدد من الخناجر بتترمي عليهم. وفي وسط الدخان بيظهر جو بيهجم عليهم بسرعه وبيقضي عليهم قبل ما يلحقوا يعملوا اي حاجه. على الجانب الثاني بنشوف مايك بيحاول يتصل بايما ولكن من غير اي نتيجه، وجيسون بيحاول انه يهرب من العربيات اللي بتطاردهم وبتضرب عليهم نار. فمايك بيطلب منه انه يزود سرعته، وجيسون بيقول له عربيتك الخرده اخرها كده وهنموت بسببها. فمايك بيخرج راسه من الشباك وبيضرب نار على العربيات اللي وراهم. في اللحظه دي جيسون بيلمح اتوبيس جاي من الطريق اللي قدامهم، فبيقرر يدخل عكس قدام الاتوبيس. واول ما سواق الاتوبيس بيتفادى، جيسون بيخبط في عربيتين من اللي بيطاردوهم. وفي اللحظه اللي العربيه المتبقيه بتقرب منهم بيصرخ مايك في جيسون اللي بيدوس فرامل، وبينفذ جيسون كلام مايك وبكده تبقى العربيه اللي كانت بتطاردهم قدام. وبيستغل مايك الارتباك اللي حصل وبيضرب رصاصتين في مسدسه، وبيتقتل المسلحين اللي بيضربوا عليهم نار. ولكن العربيه اللي قدامهم بتهدي سرعتها وبتخبط فيهم وبتغير اتجاهها 180 درجه. فمايك بيطلب من جيسون انه يوطي راسه بسرعه ويوجه مسدسه ناحيه السواق اللي بيضرب عليهم نار في نفس اللحظه. وبنسيب مايك وجيسون وبنرجع لجو اللي بيكمل طريقه لمقر المنظمه بكل هدوء وثبات. وبعد ما قضى على كل النينجا اللي اعترضوا طريقه بيسيبه في قمه من الجثث زي العاده، وهو راكب الاسانسير اللي هيوصله لسطح المبنى اللي هو فيه ويفتكر ذكرياته مع ابنه ومراته. وبيبدا الغضب يسيطر على تفكيره، واول ما بيوصل للسطح بيلاقي النينجا المختل ودي واوسكا وديلي مستنيين وكلهم لابسين دروع اليه. وبيقول النينجا المختل انه كان مستني اللحظه دي من زمان علشان يقضي عليه بنفسه، ودي بيقول انه مندهش ان جو قدر يوصل لمكانهم رغم عدد الجنود الكبير اللي اعترضوا طريقه. ورئيس اوزا بيراقب كل اللي بيحصل وبيتمرن على آلة الجري، وفي نفس الوقت بيكون ياماجي راكب طياره هليكوبتر وفي طريقه للخروج من المكان. واول ما جو بيشوفه بيفقد تركيزه تماما وبيجري ناحيه الشباك بكل غضب، ولكن اوسكا بتهاجمه وبتثبته في الارض وبتمنعه من انه يلحق الطياره. فجو بيهاجمها بسيفه ولكن هجومه ما بيعملش اي حاجه بسبب الدرع اللي هي لابساه. فاوسكا بتشيله من مكانه وبترميه بقوه ناحيه النينجا المختل اللي بيضرب جو على ظهره وبيخبطه في الارض. وفي الوقت اللي جو بيتدحرج فيه على الارض من هجوم النينجا المختل، دي اللي بتضربه برجله وبترميه بعيد. وبيقوم جو من مكانه بيستخدم التقنيه بتاعته علشان يشكل نسخه دخانيه منه، وبيستغل جو انشغالهم وبيفجر الشباك بالقنابل وبيحدف خطاف على الطياره. ولكن كل اللي بيفكر فيه هو انه يوصل ياماجي، وبيبدا انه يسحب نفسه علشان يوصل للطياره، ولكن ياماجي بيبتسم بهدوء كده وبيطلب من الحراس انه يقطعوا الحبل اللي جو متعلق فيه. واول ما الحبل بيتقطع بيقع جو على الارض من ارتفاع كبير وقناعه بيتكسر، وبيحس انه مش قادر ياخد نفسه وبيتفاجئ ان جسمه بينزف، وبيخطر في باله صوره ماري ورين، فبيستعد
كده علشان يستخدم المهارة اللي الدكتور العجوز منعه انه يستخدمها وإلا هيموت، وبيسحب الإبرة المعدنية وبيغرزها في نقاط الضعف في دراعه وهو بيقول انه يحصل على عيلته في وقت قصير. وفي اللحظة اللي الإبرة بتنغرز في دراعه، ديلي بتهجم عليه بسرعة كبيرة جدا وبتضربه ضربتين في بطنه وبيطير من قوتها في اتجاه أوسكا اللي بتشوطه زي الكرة ناحية ديلي والنينجا المختل، وبيستعد النينجا المختل علشان يضرب جو بصدمة كهربائية، ولكن جو بيتحرك بسرعة خارقة وبيغرز سيفه في شاشة الدراع الأول بتاع النينجا المختل وبيوقف هجومه، وبيفجر قنبلة دخانية في المكان قبل ما أي حد منهم يتحرك. فدي بيستخدم الرؤية الليلية في الدراع علشان يشوف مكان جو، ولكن بيتفاجئ بإبرة معدنية بتخترق شاشة الدراع بتاعته وبتعطله، فبيهجم ديلي على جولي بيتفادى هجومها بكل خفة وبيطير في الجو وبيغرز سيفه في ظهرها، وبينجح ديلي في إنها تمسك جو وترميه بعيد عنها، وبيهجم جو على النينجا المختل من جديد، والنينجا المختل بيوجه له عدة ضربات بيتفاداها جو كلها وهو في الجو. وأول ما جو بينزل على الأرض بيستعد علشان يستخدم تقنية الدخان بتاعته، ولكن أوسكا بترمي عليه سيوفها وبتصيبه قبل ما يستخدم التقنية بتاعته، وبتقرب منه وبتشيله من على الأرض، ولكن النينجا المختل بياخده منها وبيرميه بعيد وبيهاجمه وهو بيضحك بكل جنون. وبعد عدد كبير من الضربات بيرمي جو لديلي وبتشوته للنينجا المختل من جديد علشان يكمل ضرب فيه، وبعد شوية بيلاحظ إن جو ما بيتحركش فبيخمن إنه أغمى عليه. في اللحظة دي بيدخل زيلي المكان بكل هدوء وبيقف قدام جو وبيقول له مش قلت لك إنك مهما حاولت تهرب هتموت على إيدي في النهاية، وبيقف جو بكل ضعف وبيهاجمه زي، ولكن زي بيتفادى هجمات جو الضعيفة بكل سهولة بحركة بسيطة بيوقع على الأرض، وبيحاول جو يقوم ولكن من غير أي فايدة وتفكيره كله منصب على مطاردة ياماجي. فزي بيسحب سيفه وبيستعد علشان ينهي حياة جو، وبيستسلم جو لنهايته بعد ما بذل كل جهده علشان ينتقم، ولكن مجهوده ما كانش كفاية، وبيستخدم زي كل قوته علشان يقطع رأس جو. ولكن بتحصل حاجة بتصدم كل الموجودين بما فيهم جو نفسه، وهو ان أوسكا بتتحرك من مكانها وبتصد هجوم زي وبتنقذ جو، وبيحاول الثلاثة الباقيين انهم يطردوها ولكنها بتعطل دراعهم تماما. وقبل ما زي يوصلها بترمي عليه قنبلة وبتنط من على سطح المبنى، وبيفتح جو عينه وهو اشبه بالنايم ومش مستوعب اللي بيحصل. على الجانب التاني بنشوف مايك واخونا دام متصاب في كتفه وشال جيسون بعد ما العربية اتقلبت بيهم. بعد ما أوساكا انقذت جو بنشوف زي واقف على سطح المبنى وبيبص على المكان اللي هربوا ناحيته، وديلي بتقف جنبه بتسأله عن سبب خيانة أسوكا ليهم، فالنينجا المختل بيقول لها ان كل ده مش مهم والمهم ان طردتهم لأسوكا وجو هتبدأ دلوقتي. وفي تاني يوم بنشوف الناس في المدينة بيتعاملوا كأن مفيش حاجة حصلت، وبنلاقي سواق تاكسي قاعد في كل هدوء مستني يبدأ شغله، وفجأة بتظهر نقطة حمر على ايده، وأول ما بيحط ايده على رقبته بيسمع صوت ياماجي وبتظهر قدامه معلومات عن جو. هو بيلخص ياماجي اللي حصل بالليل وبيأمره انه يطارد جو ويقضي عليه، وبنكتشف ان الرسالة دي اتبعتت لكل اعضاء منظمة النينجا اللي متخفيين كأنهم مواطنين عاديين. ولما بيخلص ياماجي كلامه بتبدأ المدينة كلها في البحث عن مكان جو وأسوكا. في الوقت ده بيفتح جو عينه وبيكتشف انه في قلب جهاز طبي في مكان مجهول، وبيسمع صوت أسوكا بتطلب منه ما يتحركش من مكانه، وبتعرفه انه علاجه هياخد وقت طويل حتى بعد استخدامه الجهاز المتطور ده، وبتستفسر منه اذا كان عنده فضول يعرف هي انقذته ليه. وقبل ما جو ينطق بتكشف أسوكا القناع بتاعها، وبيتفاجئ جو ان أسوكا هي إيما وبتعتذر له انها خدعته طول الوقت ده، وبتفهمه ان إيما مجرد تنكر ومش شكلها الحقيقي اصلا. فجو بيسالها عن سبب مساعدتها ليه، وبتبدا أسوكا تشرح له انه ياماجي عاوز يكشف التقنيه السريه بتاعه جو اللي استخدمها علشان يصحى من الموت، وبما ان المنظمه ما عندهاش اي معلومات عن التقنيه دي فهو كلفها بمراقبه جو واكتشاف تقنيته السريه. وكل تحركات المنظمه كانت على افتراض انه يقدر يستخدم التقنيه السريه بتاعته اكتر من مره، والطريقه الوحيده هي انها تراقب قتالاته علشان تعرف تكتشف التقنيه السريه. ونتيجه لكل ده فهي اتنكرت على شكل إيما والباقي كلنا عارفينه. فجو بيسالها هل مايك يعرف الكلام ده، وأسوكا بتعرفه انه مايك مجرد شخص عادي وما يعرفش اي حاجه عنها، وبتكمل كلامها ان دي كل حاجه عنها بصفتها نينجا من المنظمه، ولكن في جانب اخر من حياتها ولسه ما يعرفش عنها حاجه، وبتغير صوتها لصوت النينجا اللي كان بيكلم جو وساعده انه يدخل المدينه. وبتبان الدهشه على وش جو وبيقول لأسوكا ايه سبب مراقبتها ليه وفي نفس الوقت خيانه المنظمه بتاعتها. بتجاوبه انها عندها اهدافها الشخصيه ومش هتقدر تحقق الاهداف دي لو مات، علشان كده ساعدته، وبتشرح له ان المره الجايه اللي هيحارب فيها زعماء النينجا هيموت بكل تاكيد، وحتى لو استخدم تقنياته السريه الموضوع مش هيختلف، وده بسبب قوه الدروع الاليه اللي بيستخدموها. وبرغم كل ده الا ان في طريقه علشان يقدر يواجههم، وهي انه يستخدم درع زيهم. في الوقت ده بنشوف واحد من المنظمه بيبلغ ياماجي ان الدرع اللي كانوا لسه بيطوروا فيه اختفى، وبيعرض عليه صوره أسوكا وهي بتاخد الدرع معاها قبل ما تنقذ جو وتهرب. فياماجي بيقول ان كل ده مش هيأثر عليهم بشكل كبير، وبنكتشف ان الدروع الاليه اللي هم بيستخدموها اسمها دروع غوسوكو، وهي عباره عن دروع قتاليه مصنوعه بدرجه عاليه من التعقيد والتطور، وتم صناعتها عن طريق دمج تاريخ
تاريخ النينجا الطويل مع تقنيات شركة أوزا. ونتيجة لكده فالمستخدم يقدر يستخدم تقنيات النينجا بحرية حتى وهو بيستخدم الدرع. وأسوكا بتعرف جو إنها كانت من ضمن فريق تطوير الدروع دي، والدرع اللي هتقدمه ليه هو أحدث نموذج موجود حاليا. وأول ما أسوكا تنتهي من تجهيز الدرع وبيبدأ جو في استخدامه ويحس بإنه جزء من جسمه، فجو بيستفسر منها اللي يحصل لو المنظمة عرفت مكانهم قبل ما يقدر يستخدم الدرع. فأسوكا بتبتسم بهدوء وبتكمل شغلها في تجهيز الدرع. في نفس الوقت بنشوف أعضاء المنظمة بيدوروا في المدينة كلها شبر شبر، ولكنهم لحد دلوقتي لسه معرفوش مكان جو أو أسوكا. على الجانب التاني بنشوف مايك نايم على السرير وجسمه مغطى بالجروح، وبيصحى من نومه على صوت جايسون اللي بيقول له هتحميني ازاي يا اسطى وانت مش عارف تحمي نفسك حتى. فمايك بيقول له صباحك زي وشك يا عم، في حد يصحي حد كده؟ وجايسون بيعرفه انه نايم بقاله 10 ايام وهو اللي كان بيهتم بيه طول الوقت ده. فمايك بيقوم من مكانه بسرعه وبيساله مين اللي عالج روحي. فجايسون بيفهمه ان في دكتور صاحبه هو اللي عالجه، وبيطمنه انه ما سالش عن اي حاجه عنه، وفي المقابل دفع له مبلغ محترم جدا. فمايك بيتحسر على الفلوس اللي راحت وبيستفسر عن المكان اللي هم فيه. جايسون بيقول له عيب عليك يا كبير، احنا في فيلا بتاعت واحد غني، وبما انه ما بيجيش في الوقت ده من السنه اللي فاتت فاحنا تمام تمام تمام. وبيكمل جايسون شرب من الازازه اللي في ايده وبيساله ليه شركه اوزا عايزين يقتلوه. فمايك بيجاوبه انهم كانوا بيطاردوه من قبل ما يوصلوا له، ولكنه ما كانش متوقع انهم يوصلوا له بالسرعه دي. ولكن الشيء المهم هو انه قرب يكتشف السر بتاعهم، علشان كده الشركه حاولت تتخلص منه. بنرجع لاسوكا اللي بتكون لسه شغاله وبتحاول انها تشغل الدرع الالي ولكنها بتفشل، وده بسبب ان مفيش طاقه كافيه علشان الدرع يشتغل، والمكان الوحيد اللي هتلاقي فيه وحدات طاقه لتشغيل الدرع هو مقر الشركه الرئيسي. لكن طبعا مجرد دخولهم للشركه معناها انهم رايحين للموت برجليهم عزيزي المشاهد، وبكده مفيش قدامهم غير طريقه واحده بس. في الوقت ده بنشوف صاحبنا نايم في قلب الجهاز وبيغوص في ذكرياته، وبيرجع بالزمن وبيفتكر لما ماري كانت بتعالج جروحه، وهو بيسالها عن معنى كلامها انه يكون بارد زي النار. فبتشرح له ان البشر بيفقدوا القدره على التفكير وقت الغضب، والعكس انهم بيفقدوا القدره على اتخاذ القرارات لو كانوا حذرين اكتر من اللازم. وبما ان المشاعر شيء ما يقدروش يتحكموا فيه، فبتطلب منه انه يتدخل لو قدر انه يحقق الحالتين مع بعض، بمعنى انه يكون غاضب وفي نفس الوقت يفكر بهدوء، وقتها قوته هتكون حاجه فريده من نوعها. وهو ده معنى كلامها انه يتصرف ببرود النار وحراره التلج. ولما بتخلص كلامها بيفتح جو عينه بكل هدوء. على الجانب التاني بنشوف ياماجي قاعد في مكتبه وبيتابع التقارير اللي بتجيله من اعضاء المنظمه، وبعد بحث طويل في المدينه كلها بيتبقى منطقه واحده وهي مصنع اعاده تدوير المياه، وفي اشارات ان المصنع ده حصل فيه استهلاك لكميات كبيره من الطاقه على غير الطبيعي خلال الاسابيع اللي فاتوا، وفي الغالب ده المكان اللي اسوكا وجو مستخبيين فيه. في اللحظه دي بيظهر دي ويبلغ ياماجي انه يروح بنفسه ويستكشف المصنع بما انه حاسس انه حظه حلو النهارده. وبنروح لاسوكا اللي قربت انها تخلص تجهيز درع جول للاستخدام، وبتعرفوا ان الاصدار الجديد من الدرع اللي هيستخدمه اسمه كاموي، وهو عباره عن نموذج اولي باستخدام تصميم جديد ومختلف تماما عن باقي الدروع، ومش هيشتغل اول ما هو يلبسه، ولكنه بيحتاج انه يكون متوصل بوعي المستخدم الاول قبل ما يتم استخدامه. وقتها بس الدرع بيشتغل وبيتحرك بناء على الاوامر اللي بيفكر فيها المستخدم، بمعنى ان اول ما المستخدم يفكر في الامر الدرع بينفذ الامر في نفس اللحظه، وسرعه الاستجابه الخارقه دي هتدي له افضليه كبيره في القتال. وكل ما كان تفكير المستخدم اقوى كل ما زادت قوته وسرعه الدرع وتنفيذ الاوامر دي. ولكن عمليه ربط وعي المستخدم مع الدرع عمليه معقده ومرهقه وتاخد وقت شويه، وطول فتره العمليه المستخدم بيدخل في حاله من النوم وبيقدرش يتحرك او يحس باي حاجه حتى لو اتقتل حرفيا. والطريقه الوحيده علشان يفوق من الحاله دي هي ان عمليه الربط تنتهي بنجاح. واسوكا بتحذر جو ان المره الجايه اللي هيموت فيها تكون نهايته، بما انها هي الشخص اللي انقذه اول مره باستخدام تقنياتها السريه. وبتشرح له ان ليله هجوم المنظمه على بيته استخدمت تقنياتها السريه علشان تجمد جسمه بالكامل، ولكن التقنيه دي مش هيكون ليها اي تاثير عليه تاني طالما هي استخدمتها عليه قبل كده. فجو بيقوم من مكانه بيمسك رقبه اسوكا بغضب وبيسالها هي ليه انقذته هو وسابت مراته وابنه يموتوا، وانه ما كانش هيهتم لو سابته يموت وانقذتهم. فاسوكا بتستخدم الساعه بتاعتها علشان تبدا عمليه ربط الوعي وبيوعى جو على الارض. في نفس اللحظه اسوكا بتسمع صوت انذار من كاميرات المراقبه، فبتجري بسرعه علشان تشوف اللي بيحصل، وبتكتشف انه دي ومعاه مجموعه من النينجا وصلوا للمكان وبيدوروا عليهم. وبيقف دي قدام باب معدني مقفول وبيستخدم الدرع بتاعه علشان يقطع الباب بشعاع الليزر، واول ما بيفتح الباب بيتفاجئ ان ده كان فخ وفي قنبله بتنفجر فيه وباقي النينجا اللي معاه. وقتها بتقوم اسوكا بسرعه من مكانها وبتستعد علشان تهرب
من المكان، لكنها بتتصدم جدا لما السقف بيتكسر وبيظهر النينجا المختل وهو بيقول لها انه بقاله اسبوعين عمال يدور عليهم في المكان كله، وبما انه متاكد انهم لسه عايشين فاكيد هم بيغيروا مكانهم كل شويه. وطبعا تحركات كل العربيات الموجوده في المدينه متراقبه، ومن ساعه ما هم اختفوا كان في عربيه واحده فضلت تتحرك طول الوقت وما وقفتش ابدا، وبكده هو قدر يوصل لمكانهم. وعلى الرغم من عبقريه خطتها الا انه قدر يكشفها بذكاء، فاسوكا ببص على الساعه وبتعرف ان نسبه اكتمال عمليه ربط الوعي 10%، وبيحاول النينجا المختل انه يهاجم جول اللي نايم على الارض، ولكن اسوكا بتتحكم في العربيه بسرعه وبتغير اتجاهها مره واحده، والنتيجه لكده العربيه بتتقلب وبنط النينجا المختل من عليها، وخلال ثواني بتخرج اسوكا من العربيه بعد ما لبست الدراع بتاعها. فالنينجا المختل بيبتسم بسعاده لانه طول الوقت كان عاوز يقاتل حد بيستخدم درع زيه. بنسيبهم شويه وبنروح لمايك اللي بيكون قاعد جنب جايسون وبيرن على ايما ولكن من غير اي نتيجه. فمايك بيبص لجايسون وبيقول له انهم لازم يوصلوا لكل الاشخاص اللي لقوا اسمهم في ملفات الشركه. فجايسون بيقول له ازاي بقى يا حلو واحنا مش عارفين نخرج من المكان اللي احنا فيه ده، ده غير اني محتاج جهاز كمبيوتر علشان اعرف اعمل اي حاجه. وقتها مايك بيقول هو متضايق انه ملوش في الكلام وبيستخدم تليفونه بالعافيه اصلا، وبيفكر شويه وبيفتكر العربيه بتاعت ايما والاجهزه الموجوده فيها وهي دي فرصتهم الوحيده. بنرجع للقتال بين اسوكا والنينجا المختل، وبنشوف اسوكا بتتفادى هجومه وبتضربه بسرعه كبيره جدا وبتنط في الجو وبتحذفه بسكاكين، ولكن النينجا المختل بيتفادى السكاكين وبيهجم بسرعه كبيره على اسوكا وبيمسكها وهي في الجو وبيخبطها في الارض بقوه وبيرميها بعيد، وبيقرب منها وبيحاول انه يدوس على راسها برجله، ولكنها بتتفادى هجومه وبترجع لورا بسرعه وبتطلع 6 دراعات من ظهرها، وبتبدا الدراعات دي في تهكير العربيات والاجهزه الموجوده في المنطقه في نفس الوقت اللي بتصد فيه الهجمات. واول ما بتخلص تهكير بتقول للنينجا المختل انه عمره ما هيبقى نينجا لانه مجرد شخص فارغ بيدور على المتعه من غير اي هدف. وفي اللحظه دي العربيات اللي كانت موجوده في المكان بتتحرك بسرعه في اتجاه النينجا المختل، وقبل ما العربيات توصل بتظهر مجموعه من الدرونز كده وبتهاجم العربيات وبتدمرها. وبتكمل اسوكا بتقول ان الدليل على صحه كلامها انه جه علشان يواجهها من غير ما يعرف المنظمه، فبيضحك النينجا المختل بجنونه بينط في الجو وبيقول انه ما عندوش اي اهتمام بالمنظمه والكلام الفارغ ده، وبيهجم على اسوكا بيقول ان كل اللي هو عاوزه انه يقضي وقته في قتال ممتع، وبما انه ما بيحسش بالمتعه في قتال المغفلين اللي في المنظمه فالطريقه الوحيده علشان يستمتع هي انه يواجه خصمه في قتال مميت ويستخدم كل قدراته، وهو ده السبب الوحيد انه بقى نينجا. واول ما بيخلص كلامه بيهاجم اسوكا بالنيران اللي بتخرج من الدرع بتاعه، فاسوكا بتقع على الارض وبتقول انه عمره ما هيبقى نينجا وانه مجرد كزم تافه. في اللحظه دي بيهجم النينجا المختل عليها بجنونه وبيعرفها انه بدا يستمتع بقتاله معاها على عكس المتوقع، وفي اللحظه اللي هجومه بيوصلها بتختفي اسوكا من مكانها. ولما النينجا المختل بيلف وشه بيتفاجئ ان في نسخ كتير من اسوكا موجوده في المكان، فبيخمن انها قارت نظام الرؤيه في الدرع بتاعه وبيبدا يهاجم النسخ بالتدريج وبيقضي عليهم. وفي وسط القتال بيتفاجئ بسيف بينغرس في ظهره فبيرمي النسخه اللي هجمته على الارض وبيكمل قتال، وفي خلال لحظات بيضرب ايده في الارض وبيكون موجه كهرومغناطيسيه بتنتشر حواليه، وبعدها بيطلع نار من الدرع بتاعه وبيقضي على كل النسخ الموجوده. في الوقت ده بيلاحظوا هما الاثنين ان طاقه الدروع بتاعتهم قليله وبتظهر اعمده لشحن الطاقه في المكان، وبيجروا هما الاثنين بسرعه علشان يشحنوا طاقتهم. وقبل ما اسوكا توصل لعمود الطاقه النينجا المختل بيرميها بمجموعه قنابل بتنفجر فيها وبتدمر عمود الطاقه اللي جنبها، ومع وصول الطاقه لصفر بيتعطل درع اسوكا وبتفقد القدره على الحركه تماما، وبيقرب النينجا المختل منها بعد ما شحن درعه وبيمسكها من رقبتها وبيبدا مهاجمتها بوحشيه، وهو بيقول لها انه مجرد تفكيرها في هزيمته شيء من الخيال، وبيكمل ضرب فيها وبيضحك بجنون. وكل اللي اسوكا بتفكر فيه انها لازم تطول القتال لحد ما عمليه ربط وعي جو تنتهي. في الوقت ده بنشوف جو في عمليه ربط الوعي بيسمع تسجيلات بصوت اسوكا، وهي بتقول ان سماعه للتسجيلات دي معناه انها ماتت وتشرح له سبب انقاذها ليه. والحقيقه المختفيه عننا كلنا هي ان ماري انقذتها قبل كده، ومن ساعتها وهي على تواصل بماري حتى في الليله اللي ماتت فيها. وفي اللحظه اللي اكتشفت فيها ان حصل هجوم عليهم اتجهت بكل سرعتها علشان تنقذهم، ولكن للاسف لما وصلت كانت ماري ورين ماتوا خلاص، والشخص الوحيد اللي قدرت تنقذه هو انت، وبتعتذر انها ما قدرتش تنقذ ماري او رين، وعلشان كده هي عملت كل اللي تقدر عليه علشان تحقق امنيه ماري وهي انه يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي بعدها. وبرغم انها عملت كل اللي تقدر عليه الا ان دي هتكون نهايتها وبتودعه. على الجانب الثاني اسوكا بتكون بتتعرض لضرب عنيف من النينجا المختل، اما جو فبيكتسح تفكيره الغضب ويسيطر عليه تماما، وعمليه ربط الوعي اللي كانت نسبتها 50% خلال ثواني معدوده وصلت ل 100%، وبتتقطع الكهرباء عن المنطقه كلها نتيجه لكده. وبيحس النينجا المختل بشيء غريب بيحصل في المكان وبيبص على العربيه بتركيز واستغراب. في الوقت ده كلام ماري اللي هو التصرف ببرود النار وحراره التلج بيتردد
في ذهن جو من جديد، وفي لحظات بيتفعل درع جو وبيظهر من قلب الظلام. فيا ترى اللي حصل لجو، هل هنشوف قوة الدرع الآلي ولا ايه؟ وهل هيقدر جو انه ينقذ أسوكا ولا لا؟ ما تنساش صديق الاوتاكو لو كنت وصلت لحد هنا انك تحط اللايك بتاعك وتتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس. ويلا دمتم في رعاية الله، سلام.